صباحكم مبروك مشاهدي قناة نهار، مرحبا بكم معنا في هذا الصباح في برنامجكم نهاركم مبروك، البرنامج اللي يطل عليكم كل صباح بالنشاط والحيوية وفقرات ومواضيع نستفادوا بها معكم طبعا أنا وبلال. صباح الخير. أكيد صباح الخير شيماء، نهارك مبروك. يهدرك في صباحتي اليوم صباح المنوه تاع الصباح، نظن انه كامل المشاهدين اللي راهم على بالهم مش معناتها انك تنوض الصباح، فخلينا نروحوا بالعقل او قريب يخلص ما بقاش الصيف ونبداو نغبرون الريتم تاعنا. ان شاء الله نهاركم مبروك مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير. هنا في برنامج نهاركم مبروك راح تشوفوا معنا العديد من المواضيع، في كل مره راح نجيب لكم بعض المواضيع اللي راح تفيدكم خاصه في حياتكم اليوميه طبعا. بلا ما ننساو سؤالنا التفاعلي اللي نتمناو انكم طبعا تتفاعلوا معاه عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. في حلقتنا النهار اليوم راح نحكيوا عن رد الاعتبار في ظل التعديلات والاجراءات القانونيه. اكيد السلامة المرورية حاضرة معنا مع الزميل محمد شوقي علاق. طبعا وبعدها راح نحكي عن الأسنان مع طبيبة الأسنان راح تكون حاضرة معنا، وعن التقويم بكل أنواعه. من التقويم الأسنان راح نحكي على الجمال، الفقرة اللي تفضلها شيماء. في هذه الفقرة راح نحكي بلال، وعندها فيض من المعلومات الله يبارك. في هذه الفقرة بلال راح نحكي سبيسيالمون عن تدليك فروة الرأس، الأشياء اللي ربما خليني نقول ظاهرة كنا نشوفوها في الصين واليوم حاضرة في الجزائر وبقوة، طريقة جديدة للاسترخاء. حنستفادوا منها؟ حتستفادوا منها. أكيد. وانا سيغ سيغتن بلال انك بعد هذه الفقرة اليوم راح تروح تجربها. خلينا الآن نذكروا مشاهدينا بسؤالنا التفاعلي النهار اليوم اللي يقول لو تعرضت لموقف ماشي مليح كيف راح ترد الاعتبار لنفسك؟ هذا هو سؤالنا، ماذا بنا انكم تفعلوا طبعا معها عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا نقراو تعليقاتكم طبعا وتشاركونا رايكم في هذا الموضوع. اكيد. من سؤالنا التفاعلي وين نروحوا بلال؟ شاف الفقره اللي انا افضلها. نروحوا مباشره لفقره الشاف. صباح الخير شاف زكريا، مرحبا بك. صباح الخير شيماء، نهارك مبروك. نهارك مبروك. كيف زكريا؟ لاباس؟ لاباس. صباح الخير. حتى زكريا نحسه وياي من وقت النهار تاع الصباح. شفت انت موالف تنوض بكري ولا غير كي بدينا البرنامج؟ جامي نوض بكري. بذلك عاده جديده. الخدمه تاعي تطلب هكا، انا نخدم الليل تسمع شيا توجور راقد. واش كاين شفنا اليوم؟ شنو هو الطبق تاعنا النهار؟ تقليدي. عندنا طبق تقليدي. اللي هو طاجين تاع الكفته. طاجين تاع الكفته هذا انما الكفته بالك المشاهدين اللي ما يعرفوش الكفته كيف يقولوها في الغرب هي الفيونداشي، معناتها اللحم المرحي هكذا. اللحم المرحي نعم الفيونداشي. والطاجين تاع الكفته المقادير تاعها جد سهله، عندنا لي بول تاع الفيونداشي، التتبيله تاعهم بيرسيل القزبر المعدنوس البصل والثوم، وعندها لي زيبيس فلفل الكحل والملح والفلفل الاحمر. فلفل الاحمر وال لاصوص تاعها هذا يطيب فلاصوص طومات. صح يطيب فلاصوص طومات. الطاجين هذا احمر هكذا. الطاجين احمر. طريقه تحضير هذا الطبق تاع الكفته تاعنا جد سهله، عندنا غادي تشوفوها معنا. تري بيان. واش فيها كامل لي زانغريديون شيف؟ لي زانغريديون تاعها عندنا لاباز تاعها هو اللحم المرحي والتتبيله تاع هذا اللحم معدنوس والقزبر والبصل والثوم، ومعه لي زيبيس تاعه الفلفل الكحل والملح والفلفل الاحمر. عاده كي نشوفوا خلينا نقول طاجين الكفته في الوصفات سواء مواقع التواصل الاجتماعي ولا في التلفزيون، نطيبوا لاصوص طوماط هي الاولى ومن بعد نطيبوا فيها اللحم. نطيبوا لاصوص طوماط تاعنا ومن بعد نرموا فيها لي بولات تاعنا تاع اللحم. تخي يعني صحيحه. ومن الفوق نزيدوا كيما العجه التونسيه. نزيدوا فوقها البيض. ونغطوها وخلوها على نار هاديه. هذا هو الطاجين تاعنا. هاي جد سهل. وشنو لاستيوس تاع نهار اليوم؟ اللي متشوق باش ندوخ. لاستيوس تاع نهار اليوم؟ لاستيوس تاع نهار اليوم في الاخر الطبق غادي تشوفوا معنا. هاي وين يكون في الصلصه ولا في اللحم؟ وين يكون لاستيوس في الصلصه ولا في اللحم؟ لاستيوس اون جينيرال هذا. اون جينيرال. بصفه. يادرا. هذوك بالتوفيق ليك شاف، نخليك تبدا طبعا الوصفه، لكن خليني نقول لك انه اليوم كامل ماشي غير بلال، كل الفريق متشوق انه يشوف الطاجين تاع الكفته كيفاش يكون ان شاء الله. احنا
المواطن الجزائري يحب الاطباق التقليديه وعنده معزه خاصه وما راهيش مرتبطه يعني بفصل من فصول العام. انت تلقاها بلا تراديسيونال تاكله في الصيف وتلقاها في الشتاء كما طاجين الكفته الطواجن يعني بصفه عامه راح يكون يعني في كامل فصول السنه. سي فري سي فري لانه مع انه احنا في فصل الصيف ولكن كاين بعض المناسبات اللي تحتاج ربما اطباق تقليديه وحنا على بالنا انه مرتبطين ارتباط كبير بالاطباق التقليديه. خلونا مشاهدينا من فقره الشيف نمر الفاصل الصغير ونعود نرجع لكم باش نبداو مباشره الفقره الاولى. عاود نولينا لكم مشاهدينا الكرام من هالي ما راح نبداو الموضوع الرئيسي ديالنا مع الاستاذ ياسين. شرفتنا بالحضور استاذ، مرحبا بك. الله يسلمك بلال. نهارك مبروك. الله يسلمك شيماء. اسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بك. ونحن دائما في موعد. اكيد مرحبا بك دائما استاذ. طبعا كل ما تكون حاضر معنا في فقراتنا وفي مواضيعنا نصائحك وارشاداتك مهمه جدا وحتى المشاهدين كامل يستفادوا بها. اكيد خاصه الناحيه القانونيه. صح لازم. موضوعنا نهار اليوم راح نحكيوا عن رد الاعتبار في ظل تعديلات قانون الاجراءات الجزائيه. بما انه خلينا قبل نبداو للمشاهد الكريم انه وشنو هو رد الاعتبار في القانون الجزائري؟ نعم، مفهوم رد الاعتبار في القانون الجزائري أو القوانين يعني المقارنة هو إزالة آثار الحكم بالإدانة على الأشخاص المحكوم عليهم. لتبسيط الفكرة، شخص يعني محكوم عليه بالإدانة بموجب حكم جزائي سالب للحرية أو حكم جزائي يعني حكم عليه بغرامة. ما يخفاش عليكم أنه كل شخص يعني في الوطن عنده صحيفة سوابق قضائية. الحكم الذي يدين شخص معين سوف يدين سوف يدون في صحيفته القضائية. إذن يعني القانون قانون الإجراءات الجزائية منح لذلك الشخص وبهدف إعادة إدماجه في المجتمع أنه لما تجوز مدة معينة يمحى يعني من صحيفة السوابق القضائية وذلك بشروط معينة. هذا مثل استاذ الشروط باش يتم يعني باش يتصفى لو كازي ديالو كازي جديد. نعم، اولا يعني رد الاعتبار في القانون الجزائري ينقسم الى قسمين. يعني كاين رد الاعتبار بقوه القانون وكاين رد الاعتبار القضائي. رد الاعتبار القضائي هو اللي مهم يعني والمواطن على بالي يعني باللي يحب يعني يعرف كيدبا نمدوا له فكره يعني باش يكون يعني تكون فكره يعني دقيقه. اولا يعني رد الاعتبار بقوه القانون انه شخص معين لما يتم الحكم عليه بعقوبه سالبه للحريه او عقوبه يعني تاع غرامه نافذه مثلا او عقوبه مع وقف التنفيذ يعني ان سيرسي يعني لما يكمل العقوبه تاعو ولا يخرج من المؤسسه العقابيه بعد فوات مده معينه حسب القانون يعني والقانون الجزائري عالج كما تراوح هذه المده استاذ. نعم، القانون الجزائري يعني عالج اجراء رد الاعتبار ككل يعني من الماده 676 الى الماده 693 من قانون الاجراءات الجزائيه. يعني بقوه القانون يعني مصالح وزاره العدل هي من تقوم بمحو يعني او بمسح تلك تلك العقوبه من صحيفته القضائيه يعني دون ان يتقدم هو باي اجراء يعني، ولكن بعد مده معينه ومده يعني طويله نوعا ما يمكن ان تصل حسب الحالات الى مده 5 سنوات 10 سنوات 15 سنه والى حتى 20 سنه اذا كانت عقوبه يعني كبيره. يعني لهنا المواطن او الشخص المحكوم عليه ما يقوم بوالو، راهو قاعد مصالح وزارة العدل هي التي تقوم بمحو تتكفل بهذا تتكفل بذلك الإجراء يعني تلقائيا. أستاذ نعم. في بعض الحالات أو حتى خلينا نقول معظم الحالات بزاف ناس ما على بالهمش أنه ربما عنده ربما هذه الفرصة أنه يرد الاعتبار. يعني في حال نهاية خلينا نقول الملف ويعني لما يغلق الملف وخلاص يتم إدانته، هل أنتم كمحامين تقدر يعني تنصحوا برد الاعتبار أو ربما تعطوا له هذه كومين أوبسيون يعني باش يرد الاعتبار؟ نعم، هي من المهام تاعنا انه لما نتكفل بالدفاع عن شخص معين ويقوم يعني يقوم القضاء يعني بإدانته بعقوبه سواء سالبه للحريه او عقوبه غرامه، يعني نهايه الاجراءات اني لما نقدم له حكم ويكون حكم نهائي يعني راح نوضح له بلي انه بعد مرور مده معينه كاين اجراء رد الاعتبار القضائي وننصحوا يعني باللي في المده هذيك ما لازمش يقوم باعمال مجرمه او افعال مجرمه قانونا من اجل الاستفاده برد الاعتبار او الاجراءات التي تساعده يعني في سواء في قضاء عقوبته مثلا الافراج المشروط وراح نهضروا عليه في حصص قادمه او نفهموا باللي كاين رد الاعتبار.
رد الاعتبار القضائي يعني وهو النوع الثاني من رد الاعتبار. رد الاعتبار القضائي هو لما يقوم الشخص المحكوم عليه يعني بعد استنفاد عقوبته، مثلا شخص حكم عليه بثلاث سنوات لما يخرج من المؤسسة العقابية يعني من تاريخ نهاية العقوبة تاعه وين يكمل العقوبة تاعه يحسب مثلا حسب الحالات في مواد الجنح يحسب مدة ثلاث سنوات. في الثلاث سنوات هذيك من تاريخ يوم خروجه من المؤسسة العقابية يمكن له أن يتقدم بطلب أمام وكيل الجمهورية تاع الاختصاص وين يسكن، خلى من الاختصاص نعم وين يسكن. مثلا إذا كان شخص مثلا حكموا عليه في محكمة ترويبة مثلا وهو يسكن في مدينة قسنطينة يروح لمحكمة قسنطينة يقوم بطلب ويقدمه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا والطلب هذا يكون مسبب. وش يدير في الطلب هذا؟ يدير الأحكام لما تكون نهائية ويدير لو بون دو سورتي تاعو من المؤسسه العقابيه، وثيقه الخروج من المؤسسه العقابيه، ويبين الوكيل الجمهوريه انه قام بتعويض الطرف المدني اذا كنا مثلا في قضايا نعم قضايا وين حكموا عليه بغرامات ماليه او تعويضات للطرف المدني، يبين انه سلك كلش يعني خلص كل الغرامات. ولما يقدم ذلك الملف امام وكيل الجمهوريه، السيد وكيل الجمهوريه يقوم بفتح تحقيق يعني يشوف يعني الوثائق ويشوف الانسان صافي يعني ما عندوش مشاكل في ظرف ثلاث سنوات اللي جوزها، ويقوم بإحالة الملف أمام النائب العام الذي يقوم بدوره بجدولة الملف أمام غرفة الاتهام على مستوى المجلس، وهي من تقرر إذا كان ذلك الشخص يعني يستفيد من رد الاعتبار أو لا يستفيد من رد الاعتبار. يعني كاين إجراءات خاصة، إجراءات جد دقيقة يعني بالك ما يسمح لناش يعني الوقت يعني باش نفصلوها بتفاصيل دقيقة، ولكن هذا هو الإجراء المعمول به وحسب الحالات. نعم. قبل ما نمرر ربما نقاط أخرى بلا فاصل صغير نعود نرجع لكم. عاود نولينا لكم مشاهدينا الكرام، عاود نولوا للأستاذ بالك نمشيو لنقطة أخرى حول رد الاعتبار. كان اللي يقول لك بلي رد الاعتبار إنسان يعني استفاد من البراءة، جازت قضية ويخرج هو براءة، كيفاش تتم يعني رد الاعتبار في البراءة أستاذ؟ نعم، أولا يعني باش يفهمنا المواطن الكريم أو المشاهد الكريم يعني أنه لازم يفرقوا بين رد الاعتبار يعني كإجراء خاص في قانون الإجراءات الجزائية هو اللي تكلمنا عليه، أنه شخص محكوم عليه يرد اعتباره يعني من أجل إعادة إدماجه في المجتمع ويتعلق فقط بالحالات التي فيها أحكام بالإدانة. طيب نعم، لما يتعلق بأحكام يعني فيها البراءة، أو مثلا شخص يعني تابعوه قضائيا استفاد من البراءة أو وضع يعني في إجراء يعني تحت إجراء الحبس المؤقت ومن بعد بانت البراءة تاعه، هذا هو اللي هو نعم. بالتحديد هو هذا موضوعنا يعني الرئيسي. لو أنا تعرضت يعني خليني أقول للتحقيق متابعة قضائية وكنت تحت التحقيق وكذا، ما ننساش أنه هذا الشيء يلعب على الجانب النفسي أيضا وعلى الجانب ربما الشخصي للإنسان. وبعدها لما يكون فيه براءة كيف ممكن لهذا الشخص أنه ربما يرد الاعتبار نفسه؟ نعم، أولا كيفاش يرد الاعتبار نفسه؟ طيب هناك حالتين، إذا كان يعني مشى في حكم ولا شكا به يعني شخص معين ومشى وتحصل على البراءة، اولا لهنا القانون يتيح له انه يرجع على الشخص الشاكي بالوشايه الكاذبه ويلتمس من خلال شكواه يعني امام القضاء تعويض، والقاضي يعني يحدد التعويض، ويمكن له ادانه الشخص يعني اللي قام بالوشايه كاذبا بمعاقبته قانونا نعم، او مثلا يعني جنحه الابلاغ الكاذب او التصريح الكاذب ويستفاد من التعويضات. طيب اذا كان مثلا شخص اخر يعني في إطار يعني التحقيق أو في إطار يعني خطأ قضائي مثلا يعني قام القضاء بإدانته أو وضع تحت إجراء الحبس المؤقت وبان بعد يعني المثول أمام المحاكمة بانت البراءة تاعو وحكموا عليه بالبراءة نهائيا. لهنا كاين المادة 531 يعني كاين لجنة التعويض عن الحبس، يعني كاين بزاف ناس ما يعرفوش أنه الشخص لما يعني يتعرض يكون الى يكون في يعني يكون في الحبس او يكون في السجن، نعم رهن التحقيق مثلا او يعني رهن يعني تحت اي اجراء يعني اللي وضع بسببه في الحبس يعني وبانت البراءه تاعو، لهنا يمكن له طلب في التعويض. نعم، عنده الحق في التعويض، وكاينه لجنه يتراسها الرئيس الاول للمحكمه العليا واجراءات يعني اجراءات خاصه. ولكن نبه المواطن الكريم لانه كاين بزاف اللي ما على بالهمش باللي راه مقيد بمده محدده، يعني اذا كان خرج من المؤسسه العقابيه
عنده يعني مدة 6 أشهر من أجل القيام بذلك الإجراء. يعني راهو هي أظن أنه مدة كافية جدا أنك ربما تعود. هي مدة كافية جدا يعني من أجل تحضير ملف وتحضير يعني كل الوثائق والتقدم أمام اللجنة اللي راهي على مستوى المحكمة. هي مخولة بهذا الشيء وهي المخولة بذلك، ولها يعني السلطة التقديرية في منح يعني التعويضات لهذا الطرف. ولكنه يعني نذكر مقيد بمدة 6 أشهر، يعني إذا كان فات 6 أشهر ما عندوش الحق تاعو راح يصح ولا يعذر بجهل القانون. يعني يفترض أنه مدة 6 أشهر ثانية راهي مدة كافية جدا طبعا كافية أنك تحضر ملف وأنك تحضر ملف وتتقدم يعني إلى المصالح المختصة، وأيضا لعدم يعني لتفادي يعني كثرة الملفات. يعني كاين بزاف يعني المواطنين أو الأشخاص يعني ما على بالهمش بالإجراء هذا، بلي كاين يعني لجنة خاصة يعني بالتعويضات ولها السلطة كامل السلطة من أجل يعني إفادة الشخص بالتعويضات أو من عدمه. في ما تتراوح التعويضات أستاذ؟ يعني التعويضات هي حسب المدة أو حسب الضرر؟ هي يحسبوها حسب المدة يعني وحسب يعني الضرر يعني للحق الشخص هذاك، يعني وحسب يعني أظن حسب يعني المدخول تاع الشخص هذاك. إذا كان شخص مثلا ما خدمش يعني ما يخدمش ولا بالك يحسبوا له يعني الأجر القاعدي. كاين شخص يعني مثلا يعني تاجر اللي عنده تاجر ولا عنده يعني أملاك كبيرة ويعني تعرض إلى نعم، ويعني غالبا أنه اللجنة هذه يعني عندها يعني عندها كافة يعني السلطة التقديرية من أجل حساب ذلك التعويض. أستاذ هنا نقول لك ولكن بزاف ناس يقول لك بلي رد الاعتبار ما يحتاج الى محامي، ممكن لها نتوجه لمحامي، هل هذا صحيح استاذ؟ ماشي لازم الانسان يوكل محامي، يقدر هو يتوجه مباشره للمحكمه؟ هي شنو الاجراءات نعم اللي لازم يديرها؟ هي اذا كان نهضروا على الطلب يعني باش نكونوا واضحين يعني هو طلب، ولكن يعني تشكيل الملف والإجراءات يعني اللي يتقدم بها أمام القضاء يعني أمام وكيل الجمهورية ثم بعد ذلك يعني كافة المعلومات اللاحقة وتتبع الملف، يعني من الأحسن أنه يحكم محامي. ولو أني نقول لك أنه إذا كان بالك يكتب يعني طلب صغير ولا يقدر يكتبه بخط يده، ولكن لتسبيبه ويعني تأسيسه على مواد قانونية يعني وتوضيح الملف وتشكيل الملف، أظن أنه من المستحسن أنه من الأفضل أنه رجل قانون يشد رجل قانون يعني يشد يعني محامي. وكاين يعني اللي ما قدرش يشد يعني محامي يعني يمكن له يعني الاستفادة من المساعدة القضائية، ولكن يعني أؤكد أنه من الأفضل أنه يستعين بمحامي وهو أفضل. أستاذ شحال تتراوح ربما فترة الإجراءات اللي حتى يرد الاعتبار للشخص؟ لأنه فيه كثير من المشاهدين أو كثير من الناس اللي ربما كان عندهم أحكام سواء أو خلينا نقول جزائية أو حتى أحكام بالبراءة، يقول لك أنا يعني راح تاخذ لي بزاف وقت، راح تاخذ لي بزاف جهد، بزاف باش نوجد الملف، الوقت كذا. فيقول لك يعني وراح تاخذ وقت كبير انها ربما يفصل فيها، هل هذا الشيء صحيح؟ هل يعني تاخذ وقت كبير؟ لا، هي يعني عمليا راني قلت لك الاخت شيماء انه من الافضل انه يستعين بمحامي، لانه عريضه الطلب وتشكيل الملف يعني فيها نوع من يعني التسبيب القانوني، وفيه يعني باش ما يغلطش في الاجراءات ويترفض الملف ويعاود يولي. طيب يعني فترة الإجراءات هي أولا يعني حسب كمية الملفات حسب الاختصاص. يعني إذا كان أظن إذا كانوا ملفات كبار يعني يعني كاين جدولة، كاين يعني عمل بروغراماسيون، عمل جدولة الجهات القضائية هي يعني التي تجدول يعني ملفات طلبات رد الاعتبار. أكيد أستاذ. طبعا في بما محض خبرتك انت في حالات ربما في اغلب الحالات تشوف انه الناس عندها ربما علم بهذا، او خليني اقول يعني الناس اللي ربما تستعين بك كمحامي، هل تشوف انه عندها ربما درايه او عندها ربما علم بهذا خليني اقول القانون او هذه الفرص انك ربما ترد الاعتبار نفسك، او في اغلب الاحيان ما يكونش على بالهم وانت استاذ اللي هي في اغلب الاحيان هي كاين ناس عندهم ثقافه قانونيه، كاين اشخاص عندهم ثقافه قانونيه ويعرف باللي كاين رد الاعتبار ويعرف يعني باللي كاين يعني تعويض اجراءات، ولكن كاين ناس في امين الناس ما يعرفوش. احنا دورنا
أنه لما أتكفل بالدفاع عن حقوق شخص معين لهنا لازم علي أني أنبه في كافة الإجراءات ونوضح له يعني كافة الإجراءات اللاحقة سواء بعد صدور الحكم النهائي أو بعد صدور الأحكام الابتدائية، وأقوم بتقديم له النصيحة القانونية التي تكون لصالحه. أكيد. ودائما يعني العمل تاعنا أنه نوعي يعني الشخص الذي نقوم بالدفاع عنه ونعطيه له كافة الحلول القانونية التي أكيد. تساعده. أكيد. أستاذ. شكرا. سد. شيماء تفضل. اشكر يا شيماء. لا شكرا، لانه فيه بزاف انه الكثير من المشاهدين اليوم يتابعونا ما كانش عندهم ما على بالهم، ما كانش حتى ربما يعرفوا كل هالتفاصيل، فاليوم نظن انه الاستاذ قرب لهم الفكره اكثر، وحتى ولو يعني يكونوا في يتحطوا ربما في نفس الموقف راح يكون عندهم ربما درايه سواء بالاجراءات او حتى بالشيء اللي ترتب عليهم بعد هذا الشيء. اكيد اكيد، هذا هو دور هذا النوع من الحصص شيماء. طبعا نعم، نوضحوا للناس ونزيد المعلومات. تفضل تفضل. يعني للمعلومه القانونيه او الثقافة القانونية للناس، أنا أقول لهم أنه هيئة المحامين، يعني المحامين الحمد لله عندنا محامين يعني في الجزائر نعم يعني تقدر تتواصل معه وتتقدم للمكتب تاعه وأنا أكثر توضيحات واستشارة قانونية، ولا هنا يعني الملف تاعك يمشي أو الحقوق تاعك تحفظ وكل ذلك يعني بسهولة يعني وبليونة. نعم. أكيد أكيد. أستاذ أنت كنت حكيت على المقدار تاع التعويضات هذه، الانسان يعني يقدر يطلب التعويض اللي هو حبه استاذ، ولا كاين نقدر نقول كاين امبارح سلطه تقديريه؟ كاين نعم كاين سلطه تقديريه. كاين سلطه تقديريه، ما يقدرش يعني في هو بموجب طلب تاعو يطلب قال اعطيو لي يعني مثلا هذا المبلغ. لا كاينه لجنه، كاينه لجنه يعني لجنه خاصه مشكله بموجب قانون يعني، وكاين قانون اجراء جزائيه، ولها كافه السلطه التقديريه من اجل تقدير يعني التعويض المناسب لاي شخص. ونظن استاذ لو توافقني الراي انه رد الاعتبار اثره الشخصي او خلينا نقول اثره النفسي اكثر بكثير من مادي، يعني في اغلب الاحيان، لانه ربما الشخص هذاك اللي يكون خاصه لما يكون في احكام بالبراءه، يعني الشخص هذاك لما يرد الاعتبار نفسه اثره يعني الشخصي يكون يعني كبير على الاثر المادي. نعم انا نقولها يعني في الحالتين، سواء رد الاعتبار اللي هضرنا عليه في الاول يعني بقوه القانون يعني لاعاده ادماج يعني لهنا رايحين يعني النفسيه تاع الشخص المحكوم عليه يعني راح تتحسن. اكيد. ورايحين نعاودوا نديروا له ادماج في المجتمع، صحيفه السوابق القضائيه راح تكون بيضاء ويقدر يندمج في المجتمع سواء العملي او المجتمع يعني، بشرط انه يكون ربما في هذيك الفتره ما قامش بمشاكل او ما يكونش عنده ربما مشاكل قانونيه او احكام واحد اخرين، يعني لازم يكون عنده هذيك الفتره من فتره الخروج ربما من المؤسسه العقابيه عفوا حتى لطلبه لازم يكون يعني نظيف 100%. نظيف صافي نعم. وفي الحاله الثانيه انه شخص مثلا لما يتحصل على البراءه وبموجب يعني اجراءات يعني تم وضعه في الحبس المؤقت مثلا، يعني كانت التحقيقات تمشي وهي اجراءات قانونيه يعني باش المواطن يعني يفهمنا يعني، وبعد ذلك تحصل على البراءه، التعويض تاعه يعني راح يعني يجبر الضرر اللي لحقه الضرر مثلا النفسي او الضرر المادي طبعا. يعني ونقول انه يعني راح يكون يعني حقيقه النفسيه تاعو بالك تكون يعني قاسيه يعني ولكن يكون اثر ايجابي. وهذه هي هو اجتهاد استاذ من طرف السلطه التشريعيه، لانه هاد ربما هاد النقطه مهمه جدا لادراج ربما الناس اللي خليني نقول انه تحتمت عليها او غلطت، لانه مش نهايه العالم اليوم لو الانسان ربما يغلط ويحسن من نفسه. هذا الشيء جميل انه نقدروا احنا كمجتمع نفسيا انه كمجتمع نحنا ندرجوه او نساعدوه في انه يعاود يدرج في المجتمع، وحتى ربما القانون يسمح له ويكفل له هذا الحق ربما مرة أخرى أو بموجب ربما إجراءات قانونية. نعم نعم هو كذلك. شكرا لك أستاذ على كل النصائح اللي قدمتها لنا اليوم. شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله، نتلاقاو في حلقة قادمة ويومكم أسعد. شكرا لك أستاذ. من فقرة القانون أو من هذه الفقرة أو الفقرة الأولى خلينا نمروا الفقرة الكثير من المشاهدين وخاصة الرجال يحبوها والنساء بداوا يحبوها بما أني متواجدة فيها. لا خلينا نقول لك أنه النساء بداوا يحبوها. والله يعني حاجة اللي لاحظتها أنه شيماء يعني بالممارسة مع جميل شوقي والله ولا عندها معلومات لاباس. صح، وخليني نقول لكم انه بعد كل حلقه نزيد ندير انا وياه ديبغيف باش نقول لكم الحقيقه. يلا خلينا نمروا من هذه الفقره مباشره لفقره اكتو اوتو مع الزميل شوقي عليك. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام، توجه مباشرة لفقرة محمد شوقي علاق. السلامة المرور يا نهار اليوم في اكتو اوتو. شوقي ديما
ديما فراش وديما تجيب لنا المواضيع الفراش، وخاصه المواضيع اللي نستفادوا منها، خاصه شيماء استفدت بزاف منها. نصائح المشاهدين ديالنا مع صباح هكذايا. مرحبا بكم. انا بيعت في قبل ما نبدا وقلت لهم باللي انا في كل مره نكملوا الحلقه دائما عندي ديبغيف انا وشوقي راني نستفاد كل خطره، كل خطره نستفاد. حتى النساء اللي ما كانوش قاعد يتبعوا لاكتواليتي اوتو دوك ولاو يتبعوها، هاك ربحنا الجمهور ان شاء الله. حنا اوني لا بور بيان سور بور دوني دي كونساي لي تيليسبيكتاتور ديالنا باذن الله. نعاود نقول لكم صباح الخير. مقصكم صباح الخير. مرحبا بالضيف ديالنا اللي هو سمير خميسي، دونك مونيتور سلامة المروريه، فورماتور، دونك عنده اون غروند اكسبيريونس خاصه في هذا المجال. راح ينفعنا اليوم بنصائح مهمه خاصه لسائقي الدراجات الناريه. اول سؤال لك سمير، قل لي وشنو هما قواعد السلامه اللي لازم يتحلى بهم الدراج باش يتفادى حوادث المرور اللي رانا نشوفوها بكثره في طرقاتنا؟ قبل ما نمد النصائح لازم نمدوا الارقام وخاصة اللي مرتبطة بالحوادث المرور. شيء مؤسف، رانا نفقدوا نسبة تاع الشباب اللي راهي تراوح في العمر ما بين 18 سنة حتى 26 سنة. العوامل هي السلوك اللي ماهيش حضارية، عوامل أخرى اللي راهم يديروا في المناورات الخطيرة، وأيضا ما كما يقولوا ما يتبقوش قانون المرور. دونك كان رانا نلاحظوا بلي كان نسبة كبيرة تاع الشباب اللي راهم ما يمدوش اهميه للباس الواقي كما الخوذه والستره بلي بروتيكسيون، وراهم يجيب لهم ربي بلي طريق سي ان سيركوي. على كل حال حنا نداء سلطات باش يكونوا مضامير باش هاد الشباب يطلق الطاقه تاعو في اماكن معينه وكما يقولوا محميه. والعامل الثاني رانا نشوفوا بلي النسبه تاع شباب مراهقين بين قوسين اللي هما اللي راهم يديروا هاد المناورات الخطيره وسلوك الغير حضاري خاصة في المناطق الحضارية. دوك نشوفوا نسبة الحوادث المرور، دوك الحاضرة راهي تصل 4% ولا 58 ولاية، ولكن كاين 22% من حوادث المرور مرتبطة بالدرجة النارية، وشيء مؤسف راهي كل عام راهي تزيد. شي فرينور ما 22% دونك ولازم نعرفوا بلي الحاضرة راح تزيد تكبر، وخاصة نسبة كبيرة تاع الشباب اللي راحوا للدرجة النارية عم يستغلوها كهواية. وأيضا راهم يديروا في المخاطر بها. تري بيان، دونك رانا نشوفوا أيضا ربما واحدة من العوامل المتسببة ربما في وفيات اللي رانا نسجلوها يوميا في طرقاتنا هو عدم ارتداء الخوذة، خاصة الجماعة اللي يستعملوا الدراجة النارية. نعرفوا باللي أن موتار اللي سو ريسبكت كيما نقولوا يرتدي الخوضة، عنده اللباس الواقي، كل حاجة اللي راح تحميه عندما يستعمل هذه الوسيلة، لكن كاين فئة أخرى تستعمل هذه الوسيلة سواء تنقلاتها اليومية ولا حتى العمل نشوفوا لي ليفرور ولا حتى فئة الشباب اللي يحبوا يتنقلوا منهم كاين منهم اللي يرتديوا لو كاسك وكاين اللي لا. بصح اللي يديروا هذا لو كاسك تلقاو دي فوا ان كاسك نو اومولوج، يعني غير مطابق لمعايير السلامه، دونك ما فيهش دي تيست اي تو، ما تحصلش على لي بروفي اللي لازمين باش تقدر تستعملو. كاين فئه واحده اخرى ما يستعملوش، واش تقدر تعقب على هذا الشيء سمير؟ دوك الحاجه الاولى اللي لازم نكونوا واقعيين، الكاسك هذا اللي نحكيو عليه اللي ماروش اومولوجي، مين دخل الكاسك هذا دخل تسمى على باب تجاره. دونك المسؤولين الاولين هما الجمارك ولا وزاره التجاره اللي لازم تاخذ اجراءات باش المصدر ما يجيبش هذا النوع تاع الكاسك اللي ماروش اومولوجي. هذه حاجه باينه. كاين دي زامبورتاتور اللي راهم يجيبوا دي مارك اومولوجي اللي جازوا المعايير، دونك هاد لي كاسك هذوما اللي نقدروا تسمى نوجهوه للسائق الدراجه الناريه باش يكون محمي. ولكن زيد كان موضوع اخر اللي نحكي عليه من 2016 وتكلمنا مع وزاره اللي على لا تاكس دوانير. دوك ولا نحبوا نلبسوا كاع ولادنا نلحقوا وين الشاب يقدر يلبس كاسك اللي يكون على بورتي تاعو، تسمى ما يكونش غالي، لازم لا تاكس دوانير نحيوها. وحقيقة انه السعر مرتفع، يكون مرتفع بهذا الشيء بخصوص يعني خوذه مطابقه لمعايير الامان والسلامه ذات جوده اكيد. وهذا اللي يخليهم ربما اللي يروحوا للخوذات الاقل سعرا ب 6000 دينار ولا 7000 دينار. شوف خويا شوقي كي نقارنوا مع بلاد اخرى، دوك حنا لا تاكس دوانير في لي كيمون كوربوري 34%، على بيان لو كاسك اللي لحقنا غالي زيد لو تو دو شونج وهاد الامور هادوما. ولكن لو كان نقصوا لا تاكس دوانير هادي يولي على بورتي دو تو الموند، الدراج يقدر يكون عنده لاكسي باش يشري هاد الخوذه. تري بيان ما شاء الله. مول الخوذه حنا الجهه الحساسه الثانيه هي العمود الفقري لا كولون فيرتيبرال، الستره تاعنا لا فيس فيها اون بروتيكسيون دورسال اللي باش تحمي لا كولون فيرتيبرال تاعنا. عندنا لي بولير وعندنا لا كودير. ناخذوا ايضا مقارنه مع بلدان اجنبيه، كاين المخالفه اللي ما يلبسش القفاز ليغو. صح داكور، باسكو علاش كي نطيحوا لو بريمي كونتاكت يدينا هما اللي راهم حنا يقيسوا في القاع.
دونك ناخذوا على سبيل المثال فرنسا البروسي تاعها راه 90 يورو. وعلاش؟ باسكو وزاره الصحه تاعهم شكا بلي كاين الشيروجي تاع اليدين ولات غاليه. دونك واش داروا؟ داروا قرار باش داروا ان بروسي باش ولا دوك اوبليغاتوار ليغون، لازم اي دراج لازم يستعملها، وايضا على تا الحمايه تاعو. وحنا شيء مؤسف انا نشوفوا نسبه تاع الشباب يسوق الموطو تاعو بالشورت، يسوق الموطو تاعو ببليغه ايضا. كاين ايضا نسبه تاع اولياء بين قوسين اللي ربي يهديهم اللي رانا نمد لهم النصيحه اللي هما يرفدوا زوج ولادهم فوق الدراج الناري، الوك هذا الشيء ما يسمح لهمش القانون. القانون ما يسمحش للدراج باش يرفد طفل اقل من 9 سنوات، وخاصه لازم ايضا يرتدي الخوذه. احنا مالوريزمون نشوفوا نسبه كبيره هما يرفدوا زوج ولا ثلاثه ولادهم فوق الدراجه الناريه، يجيب له ربي بلي راح يحوس بهم ولا بصح الخطر راهو دائما حاضر. بارك الله فيك سمير. هناك ربما ايضا تصرفات اخرى اللي رانا نشوفوها يوميا في طرقاتنا، يعني نبذه سواء من زوطوموبيليست يعني سائقي الدراجات اتجاه سائقي السيارات اتجاه سائقي الدراجات، والعكس صحيح ايضا، تكون تسوق في سيارتك حتى تشوف سائق دراجه ناريه يدلك يدوبلي ادروات، واحد اخر يدوبلي اكوش، تشوف لي زيكزاك، تشوف بعض التصرفات، والعكس صحيح ايضا، تشوف ايضا سائقي السيارات اللي عندما يدوب لي دراجه ناريه ما يحترمش مسافه الامان اللي لازم تكون ما بينه وما بين دراجه ناريه، وهذا اللي راهو يسبب ربما هذه الحوادث. كونوا واقعيين، رانا جزائريين وامر واقع. ما نحصلوش غير مدرسه التعليم، كان نسبه كبيره تسمى تاع لي كونديدا كي تحصلوا على رخصه السياقه تاعهم غير يخرج الطريق يولي يتصرف بسيره تاعو. وهذا هو المشكل الكبير، حنا نعاودوا نوليو الارقام هي اللي تتكلم. راهي كل عام عندنا 4000 ما بين 3000 و 4000 ضحيه في الطرقات تاعنا. العوامل شنو هي؟ هو التصرف كما نقولوا، كيفاش يتصرف هذا السائق هذا. الور نسبه كبيره عن بالهم بلي الطريق حاضره، سي با ان سيركوي يا جماعه، ماشي سيركوي، نهضروا على دراجه ناريه ولا على السياره ولا الشاحنه، عندهم تصرف غير لائق. انا شهر جوان درت الحمله التحسيسيه مع رونو تلوكس وين حسسنا 500 سائق اللي هضرنا على مواضيع كما يقولوا هامه. الحاجه الاولى تجاوز، على مسافه التجاوز لازم تكون امنيه ما بين متر ونص حتى 2 مترات باش السائق دراجه ناريه يكون محمي. كان حنا نسقلوا لي في اسبيراسيون الريح هذاك يقدر يجبد الدراجه الناريه وين راح كما يقولوا يبروفوكي له ان اكسيدون، حنا نسقلوا لا ديستابيليزاسيون تاع لي في اسبيراسيون. الحاجه الثانيه لازم نعرفوا بلي الدراج لو موتار يتعرض بزاف بزاويه ميته سواء مع سياره ولا مع شاحنه. النقطه العمياء. النقطه العمياء سي ان اونغليومون اللي رانا نتعرضوا بزاف ليها. الموضوع الثالث اللي راني نتكلم عليه شيء مؤسف اللي راني نقول نسبه اكثر من 60% نسبة كبيرة تاع كاع مستعملين المركبات راهم كاع يستعملوا الهاتف النقال باش نتفاهموا مليح. الهاتف النقال ايضا يقدر يبروفوكي زاوية عمياء. كي نحط الهاتف النقال تاعي ما رانيش نشوف دراج ولا يكون هنايا ولا اي سيارة، وخاصة سيارة كي تكون راح دير مناورة، حنا كاع واش نديروا مناورة، نجي راح ندير عندي ميتور مناورة، نجي راح ندير تجاوز مناورة. المناورة تاعنا لازم دائما نوجدوها، لازم نأمنوها باش السائق الاخر نقدروا نحميوه. دونك هذه النصيحه اللي نمدوها. ايضا كان تصرف اخر خاصه كيما نقولوا فرك تسمى كي ستاسيونمون. في ستاسيونمون كان بزاف سيارات يحلوا الباب تاعهم بلاكوش. كي يحل الباب تاعو بلاكوش كان دراجات ناريه ما كيما يقولوا ما ريسبكتيش ما يحترمش مسافه الامان بينه وبين السياره. واش يدير يلصق بزاف مع السياره؟ كي نحل انا الباب تاعي بلاكوش راني نبروفوكي ان اكسيدون. بصح لو كان نحل يدي بلا دروات راني نلفت روحي ونقدر نحمي الدراج اون ميم طون نحمي روحي. تسمى يعني راح تشوف الدراج عندما تفتحها باليمنى راح باليمنى تسمى راح نيفيتي ان اكسيدون. دونك هذه هي النصيحه اللي رانا نمدوها. درك حنايا رانا نشوفوا النسبه باش نتفاهموا مليح تاع المراهقين هما اللي راهم يديروا مناوره الخطير. بصح لازم نوقفوا مع هاد الشباب هذوما باش تسمى ندفعوا هاد الشباب باش ما يديروش هاد المناورات. تمام، وهذا هو الهدف من هذه الحصص، وانا ماذا بيا تمد ربما نصائح مباشره لهاد الشباب كيفاش يسوقوا في طرقات سريعه بالدرجه الاولى اللي فيهم بزاف لي زاكيدون، ومن بعد درجه ثانيه داخل المدينه خاصه في التجاوز والرواق اللي لازم يمشي فيه الدراج. شوف كان خويا شوقي كان النقطه اللي انا نحب نحمق عليها اللي هضرنا عليها من قبيله انا وياك. حنايا في الجزائر دوك حاليا يخصونا دي بروفيسيونيل في المجال تاع الدراجه الناريه سواء في مدرسه التعليم ولا كما نقولوا في لي كومباني داسيورونس ولا في لي بوان دو فونت ولا في هاد الامور.
دوك حنايا لازم نفهموا حاجه، نروحوا لاباس. لاباس شنو هي؟ عندنا نقص التعليم درجه ناريه، ما ناش نمدوا المعلومات الكامله اكزاكتومون في لافورماسيون الكامله باش نقدروا نحميوا الدراج. الدراج لازم يفهم بلي التجاوز تاعو ما يكونش على اليمين، هذه ممنوع، هذه في لو كود دو لا روت حاجه ممنوعه. كاش كيفاش؟ وحنا نشوفوا نسبه تاع الشباب يدوروا بزاف على تسمى ما يمتش اهميه للحمايه تاعو. وحنا باش يكون عندنا كما يقولوا ان مود دو كوندويت سيكوريزي، وشنو هي؟ حنا نسقيو لا سياقه دفاعيه. واش معناتها سياقه دفاعيه؟ نتعلم نكالكولي لو ريسك. كي نتعلم نكالكولي لو ريسك بارك الله فيك راح نكون محمي. حنا شوفوا الدراجه ناريه باش يكون عندي ان مود دو كوندويت سيكوريزي عندنا ثلاث حوايج اللي لازم نبازيو عليهم. وشنو هي؟ الحاجه الاولى هو نسقيو ماجن النظر. كي يكون عندي ماجن النظر تاعي صحيح وين نخزر وين ندير الفيكول تاعي المكان. وهذه نقطة جد مهمة اللي الناس ما على بالهمش بها سمير، انه بلوتو لو كومبورتمون تاعك التصرف ديالك راح يتبع الخزرة ديالك. ماجن النظر احنا نقولوا كي تخزر منها معناتها الموتور راح تروح لهذاك الاتجاه. ماجن النظر عنده تروا فولي، ماجن النظر يساوي الحماية تاعك، ماجن النظر يساوي التفادي داكور، ويساوي توازن. دونك هاد الثلاث حوايج يمشي. احنا كي نديفلوبيو ماجن النظر تاعنا عبر تمارينات خاصة كيفهم المستعمل الدرجة كيف هاد لو برانسيب هذا السياقة تاعو تكون امنة. بصح نسبة كبيرة راهي مش ما تستعملش لو كود دو لا روت. كي نشوف بلاكة انا في منطقة حضارية تقول 40 كيلومتر في الساعة نقص السرعة تاعي نمشي 35. ما ننساوش بلي احنا طريق انا نقسموها مع بعض، عندنا الراجلين كان دراجة هوائية كان سيارات لازم هذا يحمي هذايا. بصح شيء مؤسف انا نشوفه بلي السرعة كبيرة لا تندار في المناطق الحضارية، والشيء هذايا احنا النداء تاعنا باش السلطات تزيد كيما نقولوا تحمق على حوامل تحسيسيه. بصح حوامل تحسيسيه ما تكونش برك غير بالهضره، لازم الانسان يحس الغلطه وشنو هي. دوك مثال ولا واحد يلبس ان كاسك كاين نسبه كبيره اللي كنحبسوهم نقولوا واش ما تلبسش الخوذه تاعك، يقول لك راني غير هنا. بصح الدونجي راهو دائما حاضر. صح ما عندناش تيليكوموند باش نحبسوا لو دونجي. بارك الله فيك. ماشي متعلق بالمسافه. بارك الله فيك. دونك حنايا لازم نحسوا لهذيك الحاجه. دوك حنا عندنا دي سيمولاسيون اللي نديروهم نقدر نهضر معاه ومن بعد نقيسوا غير بيدي هكذايا نقيسوا في راسو يقول لي اي يقول هذه غير بيدي. بصح دونك تخيل انت ولا البالي سبيتشر بارك الله فيك انا ولا تقدر تؤدي الى كارثه. وكان نداء اخر اللي نحمق عليها الغياب تاع الاولياء. الاولياء لازم يوقفوا على اولادهم، راهم يشريوا لاولادهم دي سكوتر وما راهمش يراقبوا في اولادهم، راهم يشوفوا راهم يديروا بسرعه سمع الكلام ديالك شوقي. على بالي بلي ما حتى المشاهدين ديالنا كي يعني حكيت على الـ على اللي سوقوا يعني الموطو من فئه الشباب، شكون فينا اللي ما شافش هذوك الشباب اللي يكون في لوطوروت ويرفد تاعو الموطو يطلعوا لسما كما حنا حركه البهلوانيه في الطريق ما كانش اللي ما شافهمش. شوف راني موطر راني موطر وكان غير الموطر يقدر يحس. تعليقك سمير تعليقك اكيد. شوف انا واحد انا شخصيا المناورات هذو ما نحبش يكونوا في الطريق، لهذا الشيء هذا اللي رانا نديروا النداء باش يكونوا عندنا مضامن. لازم ندي سيركوي باش هاد الجون هذايا يقدر يخرج الطاقه تاعو في الاماكن معينه. دوك الشاب هذا ولا ما نوفرلوش الاماكن هذه ما عندوش وين يروح. دوك هو بالنسبه له يقول لك نخرج الطريق نلعب شويه باش نحي هذيك الحرقه هذيك. بصح لازم نفهم الشاب. الشاب لازم نوفر له وقبل ما نجوز للردع لازم نوفر له الوسائل والحلول باش هاد الشاب هذا بارك الله فيه باش هاد الشاب هذا ما يروحش غدوه ان شاء الله كي نوفر له ما يروحش يدير هاد الشيء في الطريق باسكو على باله العقوبات يزيدوا يكونوا اصعب. سمير داير حبيت نقول لك انا شوفوا اسباب كثيره لحوادث المرور. حبيت نرجع لفولي فورماسيون يعني مدارس تعليم السياقه، هل تكفي وحدها ولا لازم دي ستاج دو ريسيكلاج في عجاله سمير؟ شو انا بالتجربه تاعي قال لي راهم يجيو يديروا دروس تمهيديه عندي، راني لاحظت بلي كان نسبه كبيره تحصلوا على رخصه السياقه وما عرفوش يستعملوا الموطو كما يقولوا بالمعايير تاعهم. دونك احنا سيونتيفيك ما احنا نهضروا نقولوا اون سيونس بور اون ترونش داج. دوك ولا انسان في عمره 20 سنه لازم له 20 ساعه 20 سيونس، ولا واحد في عمره 30 سنه لازم له 30 ساعه. ولكن دفتر الشروط في وزاره النقل يقول بلي لازم تكون 20 ساعه تاع دروس تسمى دو براتيك باش نقدر نحط الدراج جديد فوق دراجه باش يقدر يمارس الدراجه الناريه. ولكن في المدارس التعليم تروح دوك انت المدرسه التعليم بون ما نجمعوش مي لا ماجوريتي تروح عند مدرسه التعليم يقول لك اسكو تسوق الموطو. دوك ولا جيت لك نورمالمون ما طرحليش هذا السؤال حاجه الاولى، ولازم تمد الوقت تاعي. كان نسبه كبيره اللي راهم يديروا 4 ولا 5 سوايع
وانا نقول لكم بالتجربه تاعي 5 سوايع ما تكفيش، 10 سوايع ما تكفيش، لازم امين يموت 20 ساعه باش الدراج يكون واجد. يعطيك الصحه سامر على كل هذه المعلومات، يعطيك الصحه. شكرا لك شوقي، طبعا شكرا لك سامر على حضورك معنا، استفدنا منك. مرحبا مرحبا بك. شكرا لكم وشكرا لك شوقي على هذه الفقره. نتلاقاو طبعا في حلقه اخرى مع ضيف جديد في فقره اكتو اوتو. من اكتو اوتو مباشره المشاهدين نروحوا لفقره الصحه، راح نحكيوا عن التقويم بانواعه وخاصه حسب الاعمار. يلا فاصل صغير ونعود نرجع لكم. عدنا لنا لكم مشاهدينا الكرام من فقرة أكتيو أوتو، حنمر مباشرة لفقرة الصحة. نهار اليوم معنا دكتورة في الأسنان، ديما تشرفينا بحضورك دكتورة بالابتسامة العريضة، الله يبارك. الله يخليك، شكرا. مرحبا بك، صباح الخير، صباح النور، نهاركم مبروك ونهارك مبروك، الله يحفظك. دكتور اليوم راح نحكيوا عن ربما التقويم بأنواعه، كنا حكينا في الأعداد السابقة عن التقويم الشفاف، اليوم راح نحكيوا ربما حسب الأعمار، يعني كل كاتيجوري ولا خلينا نقول كل ترونش فئة عمرية ولا كل فئة عمرية واش لازم لها من تقويم. أوكي. صح، هو التقويم في التخصص تاعنا عندنا دو فولي، عندنا تقويم الفك وعندنا تقويم الاسنان. تقويم الفك هو تقويم يكون موجه للاطفال وليزادوليسون، يعني المراهقين اللي يكونوا في طور النمو. تقويم الفك هو اللي يكون، يعني خليني نقول لك كي نقولوا تقويم الفك مش يكون معدني بصح يكون واحد. تقويم الفك هو عباره عن اجهزه، يعني سو سون دي زاباري كي سون ديستيني بور فافوريزي لا كروسونس تاع لا ماشوار، باسكو كي يكونوا عندنا دي زونفون كيما دائما نكرروا بلي لا بروميير كونسلتاسيون لازم تكون فيغ لاج دو 7 ans. سي ا سيت اج لا وين نعرفوا اسكو عنده مشكله ولا راح يصير عنده مشكله، هذه دائما نقولوها لي بارون. كي جينا ان اونفون سن 7 سنوات واش لازم نشوفوا؟ اول حاجه نشوفوها نشوفوا الوظائف تاعو تاع الفمويه، اسكو يبلع مليح، اسكو يتنفس مليح، اسكو عنده اون بارا فونكسيون. لي بارا فونكسيون ستادير هو اي حاجه يديرها ان اونفون نورمالمون ما تندارش، مثلا يرضع صبعه، مثلا يرضع الشفه تاعو، مثلا يحط دي زوبجي ولا يحط مخده يرقد بها وكامل. دونك هادو الاشياء لازم كامل يمتنع عليها من 7 سنوات ما فوق. وعلاش من 7 سنوات ما فوق؟ خاطرش 7 سنوات هي العمر اللي يكون ما قبل النمو، ولازم النمو كي يجي في حدود 10 حتى 14 سنه لازم الظروف كامل تكون مهيئه، تكون مليحه باش النمو الفك العلوي الفك السفلي تكون مليحه. دوكا اذا جانا 7 سنين شفنا باللي راهو اموره راهو مليحه، سنانو تاع الحليب راهم كاينين، سنانو ونشوفوا باللي كلش راهو مليح، خلاص نخليوه ونعاودو نشوفوه بعد عام ان شاء الله. اذا شفنا باللي ما راهوش مليح هنا نبداو واش نديرو؟ نديرو نعالجو الاسباب اللي ممكن تسبب مشاكل في النمو تاع الفك. هنا كاين عندنا اجهزه في هذا العمر نعيطوا لها اجهزه وظيفيه. واش معناتها وظيفيه؟ ستادير كو نحطوا جهاز باش يعلم الطفل كيفاش يبلع ريقه. صح. لازم نشوفوا التنفس تاعو، لازم التنفس تاع الطفل لازم يكون 100% من الانف، لازم. اذا يعني يكون يقدر يكون هو السبب في التنفس، هو واحد من اكبر الاسباب في خلل النمو الفك العلوي ولا الفك السفلي، لانه احنا معظم الاطفال الصغار يتنفسوا بالفم مش بالانف. يعني هذه المرحله بزاف مهمه، نخدموا مع لوغيل اللي هو طبيب الانف والحنجره، لازم يكشف على لونفون ويشوف اذا عنده مشاكل في التنفس، لازم يعرفوا علاش عنده تنفس. اغلب الاسباب تكون في لي فيجيتاسيون، لي فيجيتاسيون ما يتنفسش مليح، يشخر في الليل، دونك هنا ياثر على النمو الفك. شفناه باللي راهو مليح خلاص نخليوه حتى ان شاء الله يلحق فيغ لاج دو 9 ans 10 ans. ما جاناش في هذه المرحله وجانا فيغ لاج دو 9 10 ans وشفنا باللي عنده دي بروبليم دو كروسانس، ست مومون لا وين نبداو نديرو الاجهزه تاع تقويم الفك. وشنو هي الاجهزه تاع تقويم الفك؟ هي اجهزه محفزه للنمو ان كان الفك السفلي ولا الفك العلوي، ستادير لا ماشوار سوبيريور ولا ماشوار انفيريور. يقدر يكون لونفون باغ اكزومبل لا ماشوار لو ماكسيلير تاعو تاع الفوق ما نماش بطريقه صحيحه، هنا نحطوا له جهاز اللي يكون يلبسوا خاصة في وقت النوم. وعلاش وقت النوم؟ خاطرش في وقت النوم كيفاش الجهاز دكتورة في الفك هكذا؟ ايه هما يكونوا اجهزة انتيريور ولا اكستيريور؟ هو إذا كان مثلا الجهاز تاع تحفيز الفك العلوي يا إما تكون كاين اون غوتيير يلبسها ولا يكون كاين دي باج
وفيهم واحد 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 لاخك اناخك سودي فيهم هو في الليل ولا يلبسهم يكون عنده ماسك ويلبسهم في الليل لي فورس تاع دوك لي زيلاستيك براتيكمون سي دي فورس حنا نعيطوا لهم دي فورس اورثوبيديك سي دي فورس اللي تقال يقدروا يلحقوا حتى 2 كيلو 2 كيلوغرام يقدر يلبسوا وينحيه يعني التقويم هذا هو ماشي لازم يكون به الاجهزه الوظيفيه ولا اجهزه تصحيح النمو عند الاطفال كامل تكون تقريبا متحركه يعني ما تقدرش خاصه بالنسبه للطفل نظن انه تنحينا ربما هذاك الجانب تاع النفسي اللي اثر عليه في الصغر يعني انه يتنمروا عليه او يعني مشكل كيما هذا كاين حلول كاين حلول دركا اذا الطفل يكون عنده مشكل في نمو الفك السفلي نفس الشيء كاين جهاز يعاون انه يحفز نمو الفك السفلي وثاني دو بريفيرونس يلبسهم 24 ساعه على 24 ساعه اذا ما قدرش يلبسهم خطراش يكون عنده مشاكل شويه في النطق في المدرسه وغير ذلك كيخرج من المدرسه يلبس الجهاز تاعو وخاصه وقت النوم لازم يلبس هادو كامل لي فورس اللي حنا اون اكزيرس على كساسوا لا ماشوار دو ولا لا ماشوار دو با واش دير هي تعاود تحفز النمو ان كان تاع الفك السفلي ولا تاع الفك العلوي هادو من الاجهزه صارت تعديل معناتها يكون ان اكيليبر ما بين الفك العلوي والفك حنا كي نديروا الاجهزه هادو نشوفوا نديروا دي كونترول بار راديوغرافيك ونشوفوا اسكو الحق المستوى تاعو الطبيعي تاع النمو ولا لا دونك يلحق خلاص نحيو هادو الاجهزه تقدر تقريبا هي تتراوح مده المعالجه بين 6 شهور الى 18 شهر احنا نقولوا على الطفل وهو وشطارته اذا لبسوه بصفه مستمره تعطيلو نتائج في خلال 6 شهور ان شاء الله دكتور علاش الاطباء ولا خاصه انتم المختصين يعني تركزوا خاصه على فئه تاع الاطفال معناتها راكي تركزي تقولي باللي سبع سنوات لازم تزربوا به سبع سنوات اذا شفتوا هذه المشاكل وشنو هي نقدر نقولوا باللي الايجابيات اللي يقدمها العلاج المسبق ولا المبكر هي الطفل في التقويم في التخصص التقويم تاعنا طونك يكون اون بيريود دو كروسانس في فتره النمو احنا نقدروا نعالجوه نتحكموا اكثر ربما في نمو الاسنان ديالنا لما يكون طفل يعني لما يكون صغير يعني لانه التحكم في ربما في العلاج يكون اسهل لما يكون صغير على انه يكون كبير خاطرش يكون عنده لي فاكتور دو كروسانس يكون عنده هرمونات النمو يكون العظم تاعو يكون طري يكون نعيطوا لها لونغراماسيون سيريبال سادير في لي فونكسيون في 13 سنه تقريبا يصرى هذوك لي نورون تاعنا كامل اذا تعودوا على اون فونكسيون خلاص كما يقولوا السون خلاص لافورماسيون الي دونك حنا اذا يكون عندنا اون ريدوكاسيون خاطرش ميم حنايا نديروا دي ريدوكاسيون خاصه تاع اللسان ريدوكاسيون تاع شفايف تاع لي ليفغ جوستومون بور فافوريزي اون كروسانس نورمال او دولا دو 12 اون 13 اون يخلص النمو خاصه عند البنت عند الولد شويه تكون عنده النمو تاعو شويه يكون الفتره تاعو اطول بحدود 15 16 سنه اذا فاتت فتره النمو ما نقدروش نعالجوا الفك مستحيل نعالجوه خاطرش ما كانش نمو ما عندنا حتى جهاز اللي يقدر يعالج لا ديفيسيونس في لا كروسانس كسا سوا اون اكسي ولا اون ديفيسيونس دونك اوبليجي بعد كي يكون عنده مشكله وين يروح للجراحه والجراحه ما يقدرش يديرها حتى وين تقريبا يلحق 20 سنه ولا 21 سنه وين يكون خلاص ما كان زيرو كروسانس عند لونفون بالنسبه للفئه اخرين يقول لك العمريه يختلف التقويم من فئه لفئه وش هو الانسب يعني او الاسرع خليني اقول لك الاسرع اللي ما ياخذش وقت اكثر يعني التقويم كاجهزه وي هي على حسب الحاله دركا كاين صح كاين تطور بزاف كبير في الاجهزه التقويميه خاصه تقويم الاسنان خاطرش حنا طالما الطفل في فتره نمو نعيطوا له تقويم الفك سي دو لورثوبيدي سي با دو لورثوبيدي لكن بعدها لما يفوت فتره نمو نبدا تقويم فتره النمو علاج راه التقويم معناتها شغل تهذيب كما تمام هذا يعني رانا عندنا مشكل في النمو في الحجم وحنا نصلحوه نعالجوه كي يفوت فتره النمو حنا دي فوا يجونا اون كونسلتاسيون 13 14 اون نمو خلاص على بالنا بلي من ناحيه من هذه الناحيه ما نقدروا نديروا والو واش نعالجوا الاسنان هنا يجي سكون ابل لورثودونسي لورثودونسي هي تقويم الاسنان فقط الاسنان ما نقدروش نقوموا الفك وشنو هو الانسب في تقويم الاسنان بالنسبه لهذه الفئه العمريه خليني نقول لك يعني بعد النمو حتى ربما الواحد يعني لا ديفيرونس عند واحد لما يكون كبير وواحد لما يكون ان جون اي تقويم انسب لهم الصغير اكيد اذا كان المشكل في النمو لازم يكون حتى قبل لا بعد فتره سنة. النمو بعد فتره النمو من 12 16 سنه هذا انسب وقت اللي يكون واي نوع من التقويم
دركا في انواع التقويم عندنا التقويم دركا اللي راهو يعيطوا لهم لي زوتو ليغاتور دونك هادو لي سيستيم هادو هو عباره عن حواسر سي دي براكيت كو كولون سور لي دون مي لو سيستيم هذا اي ريفولوسيونير بارابور او فات كو اي لي تري فيزيولوجيك القوى اللي تاع الاسلاك اللي طبقها على الاسنان جدا جدا خفيفه وجدا فيزيولوجيه تخلي انه الاسنان تتحرك بصفه جدا طبيعيه وصحيه التقويم اللي كان كنا نستخدموه من 10 سنين 15 سنه هو تقويم ديجا الخاصيه تاعو انه يكون السلك ولي براكيت وحنا نربطوه بسلك نربطوه بإلاستيك ايتو يوجع بزاف ديجا بزاف دوكا كنا نهضروا قالت لي بلي كنا يا ديزون على في ان تريتمون اورثودونتيك كان بزاف يوجعها هذه الحاجه دوكا ما ولاتش ان اكزيست بريسك بلو وعلاش باسكو لي زاباريج سون دوفوني تيلمون سوفيستيكي كو لا فورس هذيك اللي نحطوها على لا دون الي تيلمون ليجير اي تيلمون دوس كو ميم لو ديبلاسمون دي فوا ميم اون ان غان دوس ستادير ميم دي فوا كيكون الفك يكون ضيق ايتو هو يساعد من قوه انه القوى تاع الجهاز تكون خفيفه يتلائم على حسب الوضعيه تاع الفك هو شوف لازم المعلومه انه السن يتحرك مدى الحياه مدى الحياه يقعد يتحرك على بها كاين بعض الناس اللي تقوم بالتقويم بعدها تعاود تشوف انه ميم اذا ما داروش تقويم يكونوا سنانهم بيان تري بيان اليني ومن بعد فتره تقول لك بلي سناني بداو يتعوجوا علاش خطاش السن هكا ربي خلقوا انه يتحرك وطالما احنا نحطوا قوه خفيفه فريمون خفيفه يعني احنا نهضروا على 70 100 غرام على السن كي يتحرك يتحرك بصفه صحيه يعني يجيب معاه العظم يجيب معاه سلاسة يجيب معاه اللثه كلش يكون سليم دركا هادو لي نوفيل تكنيك لي سكون ابل لي زوتوليغاتور باسيف ما يضغطوش على السن هذه تقريبا هي من احسن الاجهزه التقويميه اللي تكون ثابته واكيد عندنا التقويم الشفاف اللي هو تقويم بار غوتيير L'avantage تاعو ثاني سي كو لو دوزاج تاع لي فورس دونك il est fait au préalable par ordinateur على بالنا بلي باغ اكزومبل شاك غوتيير ايل فا فير ديبلاسي لي دون دان سيرتان دوغري دون سيرتان ميليمتراج انت كامل حساباتي محسوبه حسابات اذا جينا مثلا شخص يكون فات 20 ولا 30 سنه وعنده مشاكل في العظم تاعو العظم تاعو ما يتحملش بزاف الضغط حنا نخفوا شويه هذيك القوى نخفوها في لي غوتيير قال انا اوليو مثلا نحرك سنه على شهر نحركها على شهرين يلا فاصل صغير ونعود نرجع لكم في البداية قلنا أنه إحنا نخطأ أو خلينا نقول أنه قلنا أنواع التقويم تكون على حسب الفئة العمرية صحيح يعني ولكن لما نسمعوا التفصيل نظن أنه تاخذوا بعين الاعتبار الفئه العمريه وحتى ربما لو كا باركا يعني كل حاله ولو كا ديالها يعني لما يكون خليني نقول انه لما يكون حتى اذا كان صغير وكان نوع الاسنان تاعو باغ اكزومبل مش صغير لما نقولوا احنا فايت ربما فتره النمو ولكن يغيس جان يعني شاب وخليني نقول لك انه الاسنان تاعو تكون ضعيفه هنا واش يحتاج من تقويم؟ هنا قبل اي معالجه تقويميه لازم نصمت على بوش لازم الاسنان كامل تكون صحيه اللي فيها تسوس لازم نعالجها اللي فيها مشاكل هكا في لا ستركتور تاعها في البنيه تاعها لازم نقويها يا اما نقويها بديكومبوزيت يا اما نقويها دي كورون بروفيزوار ولا ميم دي كورون ديفينيتيف ومن بعد باش نحطوا عليها التقويم خاطرش التقويم يلصق اذا كان مثلا تقويم ثابت على الاسنان هو لصق يعني كاين ماده لاصقه تلصق بين الحديد وبين الاسنان ان كان حديد ولا سيراميك سا ديبون دونك اذا السن ما عندهاش قابليه انها تتحمل هذاك ما نقدرش نحطوا عليها مستحيل يعني قبل اي تقويم لازم ربما نعالجوا كامل الاسنان ديالنا قبل ما نقوموا بربما لازم. بالشكل الجمالي لازم يكون الشكل الصحي لازم يكون الصحي او جانب صحي قبل بعدها يجي شكل لازم نعملوا تنظيف لازم نعملوا معالجات كاع التسوسات ولازم حتى مرات عند الطفل تانيك ولا عند حتى لادوليسون نحوسوا على لي زانسيرسيون تاع لي فخان تاعهم بزاف ناس يجونا بالفلجه مثلا ويكون السبب تاعو برك لو فخان هذاك بين لا ليفغ وبين لا جونسيف يكون بزاف حابط دفا برك نقطعوه عن الطفل كلشي يتغلق صح عبي احنا نقولوا لازم الفحص المبكر خاطرش كاين يعني اسباب بسيطه جدا يتم معالجتها بصفه بسيطه جراحه صغيره ولا انا ان بوتيت اباري سا ايبارني كامل هذيك لو شانفيس اورتودونتيك شيما برك هنا سؤال راح نقول لك باللي دكتور وشنو هو السر في صحه ونظاره الاسنان يعني
انت قلتي باللي قبل تقويم الاسنان لازم تكون كاين علاج للاسنان، انا نقول لك باش انا اسناني معناتها يكونوا بصحه جيده، واش لازم تغذيه واش لازم عنايه؟ هي البنيه تاع السن تتكون، السن يبدا يتكون في بطن الام، لما الام تكون حامل بالطفل تاعها لازم التغذيه تاع الام تكون سليمه باش يكونوا اسنانها، الاسنان الولد تاعها ولا الطفل تاعها يكون البنيه تاعها تكون قويه. ومن بعد كي يزيد الطفل اكيد انه حنا دائما ناكدوا على الرضاعه الطبيعيه، الرضاعه الطبيعيه جدا جدا مهمه في تكوين بنيه العظم وبنيه الاسنان تاع الطفل. يعني هذا نقولوا من المرحله صغيره جدا اللي هي تاثر على البنيه وتكوين الاسنان. كي الطفل الولد يعني يكبر صحة الأسنان ونظارة الأسنان هي من دائما نقولوها من التغذية ومن العناية بال يعني لما بالنظافة. يكون ديجا لما يكون ديجا جنين حتى يعني قبل أصلا ما يكون هو طفل ونبداو نوكلوه يعني صحيح. لما يكون جنين ويكون يتكون في بطن الأم لابد أن الأم تحرز على أنها تغذية تكون سليمة صحية. وصحية طبعا دكتور آخر نقطة ربما قبل ما نقفلوا فقرتنا لما يجيك أن دياغنوستيك أو خليني نقول لما يجيك أن باسيون ويطلب التقويم هو في حد ذاته وشنو هي أول نقاط اللي ناخذوها بعين الاعتبار؟ أول نقطة هي صحة الفم هذه أول حاجة. ثاني نقطة لازم الشخص اللي يجي باش يحط التقويم لازم يكون عنده لا موتيفاسيون، تقويم الأسنان ماشي ساهل. معناتها متقبل الفكرة تاع التقويم. لأنه ياخذ فترة طويلة. خطراش التقويم ياخذ فترة طويلة، لازم له مواعيد، لازم يجي تقريبا شهريا للعيادة باش نعملوا له اون اكتيفاسيون. نعم. لازم يضحي. لازم يضحي. باش يكون سنة شهرين. لازم يضحي. لازم الأكل تاعه ثاني كيدير يحرص على الأكل تاعه ما ياكلش نابوغت كوا، لازم. كي يشوفوا بلي هذو كامل لي كريتير فيه متوفرين. يعني قادر عنده قابلية أنه يعمل هذه. مرات يكون عندنا مثلا الأب ولا الأم هما اللي يحبوا يديروا التقويم للأطفال والطفل ما يحبش، هذا يكون تقريبا إذا هو في حد ذاته ما رغبش يكون فشل. يعني بعد فترة من الزمن ست شهور نشوفه ما يعتنيش ياكل نابوغت كوا، يكسر دائما لاباغي تاعو إذا كان بلي غوتيغ ما يلبسهمش، هنا نوقفوا المعالجة وكي يكون خلاص عنده قابلية ذهني قبل ما هو أكيد. علاج أكيد. يعني اليوم لو نقفلوا فقرتنا مع أكيد. طبيبتنا اللي حضره معنا نهار اليوم انه لما نبداو التقويم لازم يكون عندنا قابليه نفسيه لعمليه التقويم تقبل بلي حد التقويم من النقاط اللي نظن انه خرجنا بها اليوم بلال هي انه التقويم لابد او لازم او من الافضل انه يكون في سن مبكر باش ربما خلينا نقول لك حتى انت تكون عندك نتيجه على بكري وايضا الاسنان ربما يكون عندهم قابليه اكثر ويكونوا حتى هما متفاعلين اكثر مع العلاج. وحتى كي يكون صغير ما عندكش شغالات ما عندكش امور هكذا دكتور وي سيغتو المواعيد لانه الدكاتره يتسببوا لهم يعني لي باسيون يقول لها دكتور عندي شغالات عندي امور صغير ما عنده والو ما عنده والو تجربتي انا كانت مع التقويم لما كنت في الثانوي ونظن من هي ما حسيت لهاش كامل يعني صراحه تجربه التقويم ما حسيت لهاش كامل لانه كانت فتره الثانوي وكنت غير نكمل ربما القرايه تاعي نروح للمواعيد تاع الحمدوتيز او طبيب الاسنان. شكرا لك دكتور لحضورك معنا نهار اليوم، نتمنى انه المشاهدين يكونوا طبعا استفادوا معنا في فقرتنا لنهار اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه اخرى مع موضوع جديد ان شاء الله. مشاهدينا نمروا الفاصل صغير ونعاودوا نرجعوا لكم في الفقره الثانيه او الفقره المواليه، راح نحكيوا عن الجمال طبعا وعن ربما طريقه جديده للتدليك والاسترخاء ولكن هذه المره للراس مع خلود اللي حتكون حاضره معنا. ولينا لكم مشاهدينا الكرام نتوجه مباشره لفقره الجمال اللي تحبها شيماء. كان دائما يقول لكم فقره الجمال اللي تحبها شيماء ولكن الفقره هذه بالتحديد نظن انها مفيده للجميع سواء الرجال ولا النساء. وطبعا ضيفتنا اللي حاضره معنا النهار اليوم رايحه ربما تكونفيرمي لنا هذه المعلومه او تاكد لنا هذه المعلومه. يلا واجد اليوم واجد على انا متاكده انه بعد هذه الفقره الكثير من المشاهدين والكثير من الفريق راح يتوجهوا لهذا الطريقه او لهذا لانفونسيون. خليني نقول حاضره معنا النهار اليوم خلود بوسعديه او خليني نقول بين قوسين باربي يشبهها دائما باربي. نهارك مبروك كل يومك سعيد. خليني نقول ميرسي ربي يخليك نهاركم مبروك. مرحبا بك معنا يسلمك ربي يخليك. خلود اليوم قلت انه تدليك فروه الراس او تدليك الراس طريقه جديده للاسترخاء وحتى مفيده جدا في الجانب الصحي دخلت الجزائر عن طريقك خليني نقول بطريقه بروفيسيونيل يعني او مهنيه جدا او اكثر في لو سونتر ديالك. احكي لنا ديجا كيفاش احتاجتك الفكره انك تدخلي في هذا المجال.
الوغ الحاجه الاولى باش حبيت ندخل في المجال هذا تاع الهاد سبا، انا على باس جو سوي استيتيسيان، هذا الدومين بديته من 2013. ما تبغاش غريب عليك. فوالا الوغ كنا نخدموا توسكي سوان فيزاج بروفيسيونيل، وبعد شاك فوا كنا نطوروا من هاد الحاجات، كنا شاك فوا نجيبوا ليدر مابان جديد، شاك فوا نطوروا. بعدها كان في التيك توك داير ترند هاد الحاجه، صح. وفي الجزائر مالوغوزمون ما كانش، كان شغل في لو موند بدا يدخل في كل بلاد يقولوا بلي اه سي بون تدخل لدبي او تدخل في باريس او تدخل كذا. قررت انا نجيبو، الوغ الطريقه اللي درتها اني شريت بيه حجزت تذكره وطلعت لاشين وشفت شحال يدير، وقلت لهم بلي كي نشريه واش لازم لا فورماسيون كلش، قالوا لي اون فوا تشريه لا فورماسيون الي اوفيرت من عندنا. كيما كان الحال قعدت 15 يوم داروا لي لا فورماسيون وشريته وجبته للجزائر. فوالا مشاهدينا اذا ما مش فاهمين او حتى بلال انت دام على بالكش انه هاد الفيديوهات اللي كنا نشوفهم في تيك توك اذا تشفوا انه الناس مكسلين ويغسلوا لهم شعرهم ويديروا لهم في المساج لهاد مساج يعني مساج للراس، وكنا نشوفوا واحد التعليقات طريفه كان بزاف المواطنين يقول لك واقيلا نشري بيه نروح نغسل شعري فلاشين، واقيلا نشري بيه نروح نغسل شعري في كذا. صح. اليوم طريقه جات للجزائر او خليني نقول خلود جابت لها الطريقه للجزائر. صح. خليني قولي لي كيف تعامل ربما لي كليون تاعك، كيفاش تعاملوا اول شيء مع هذا الوغ؟ شوفوا مع شاف ولا لا فيديو اللي حطيناها تاع لو هير سبا ما تقدروش تيماجيني والاقبال تاع الناس. لحقنا حتى لحقنا سي بون ولينا فول ما نقدروش ميم با نشدو لي رونديفو، علاه؟ باسكو سي تا ماساج لي رولاكسي لو كور كومبلي، او ميم طون كاينين كيما على بالنا باللي دوزنا كاع دي بيريود ديفيسيل في حياتنا ستريسونت فوالا مع كورونا ابخي كل واحد فينا واش جوز. هذا عندك دو زوغ ترولاكسي فيهم كاع لو كور، تخرج كاع الطاقه السلبيه من الجسم تاعك. باسكو كاين دي بيير اللي جبناهم من تم يتحطوا في دي بوان في لو كور وفي الراس يخليوك تخرج بالك يابسوربيو هذيك الانرجي نيكو فوالا يابسوربيوها تخي تخي بيان. يتما كي تكملي لا سيونس تاعك راكي راح تحسي روحك بديتي بدايه جديده سبحان الله. وحنا نحكيو عن سبا يعني سبا للجسم. خلاص بابا سمحوا لي هذه هايله. حنا جينا غير نحكيو عن سبا للجسم يعني سبا، ولكن اليوم لما تسمعوا هاد سبا يعني سبا للراس باش نشرحوا برك المعلومه. خلود شرحي لنا او فسري لنا واش يكون فيه لو هاد سبا. الوغ هاد لو هاد سبا او هادوك زوج سوايع واش نديروا فيهم؟ الوغ شوفي الحاجه الاولى عندنا لا كليونت كي تدخل راهي رايحه تكون عندها جلسه في اي بي على جالها، لو سونتر كومبلي يكون مغلوق على خدمتها. الحاجه الاولى كي تدخل راح تلقى دي جون ترفد يحط يفتح حوايجها يحطهم لها في بلاصتهم، بعدها تقعد يسكسوها واش تشربي، عندها دي هكا كيستيونير نسكسوها واش كذا واش كذا. شنو المالادي اللي عندها واش ربما؟ نو سي با دي مالادي يقدروا يديروه كاع لي جون ميم لي فام اونسانت لي فام كونسير. نو باغ اكزومبل لو كيستيونير واش يكون فيه؟ لو كيستيونير واش يكون فيه؟ على كالاج اسكو جازت ديجا اون ديبرسيون اسكو قدرت تخرج منها اسكو لا شغل نخدموا على الكوتي فوالا على الكوتي النفسي باش هي تكون حكات كي تدخل دير في بالها بلي سي بون راهي رايحه تخرج يعني تهيئيها نفسيا انا راح ترخي بلي هذيك لا ديبرسيون اللي جازت عليها راهي رايحه تخرج منها بلي حد ديشارجي هذيك اللي نجي لي واجده باسكو الانسان كي احنا عندنا العقل شغل المتكلم اون فوا نهضروا على العفسه شغل نسولاجيو ايماجين هي تسولاجي كي تهضر ابخي راهي رايحه تجوز على لا بريستاسيون لا بريستاسيون راح تكون شوفوا فيها ديك لا ميوزيك دوس كالم وراح تكون هي واحد لا لوميير هكا سبيسيال ديجا في لو سبا عنده لوميير تاعو سبيسيال وكي تقراي عليه يقول لك ميم في لا شومبر اللي راح ديري فيها لو سبا لازم لا لوميير تكون جون ما تقدريش ديري اون لوميير بلونش. ابخي عندنا دي زيتاب عندنا الحاجه الاولى كاين دي مانيير نتوشيو لها بهم راسها ومن بعد يبداو يجيو كاين دي بروس سبيسيال كاين دي بروس غير في لاشين ما كانش هنا في الجزائر يعني جبتيها من تما فوالا الوغ كاين نحطوا لها دي بيير على دي بوان سبيسيال ومن بعد يبداو دي زاباغاي دي ماشين ومن بعد راه تجي ايتاب باغ ايتاب حتى تكمل لا سيونس تاعها. خلود لما نشوفوا اون ايماج يعني سا دون تري زونفي انه الواحد حتى لما تشوف ليماج ربما تحس بالاسترخاء يعني قبل ما تحسوش ليك انت تشوفيهم هكذايا جات ترتاحي ما دوك الناس اللي يرتاحوا صح صح لي كومونتير تلقاوهم كاع هكا صح واو اني نحس راحه نفسيه معاهم واو ريلاكساسيون توتال. خلود ربما كاين نقطة مهمة جدا انه لما تكون انت شخص خليني نقول اكتسحت مجال او جيت بمجال جديد تحتاج للترويج او لا صراحة؟ شوفي كي يكون مجال نظيف ومجال عرفت تخدم عليه والله ما تحتاج للترويج. لا خاصة النقطة مهمة انك انت ربما كنت من الاوائل او الوحيدة الان اليوم في المتواجدة في الجزائر سباقة كما قال بلال في الجزائر انك جبتي هذه التقنية للجزائر نظن انه ما تحتاجش ترويج كبير. ما تحتاج ترويج كبير باسكو يولوا هما يكونتاكتيوك باش يجوا عندك يديروا لا بريستاسيون ويوريو باللي راهي دخلت للجزائر.
داكور بالك شيماء خلو ديدا توافقني في الراي كاين اقبال كبير من الناس على العلاجات الطبيعيه هذوما لي كور معناتها لي كور الناس ولاو يحوسوا على هذاك الريلاكس على هذاك هذاك لو ماساج خاصه الماساج تاع الراس بالك حتى كاين ماساج تاع القدمين كما درنا في الاعداد السابقه خاصه كي تكون حاجه جايه من الصين لانه علاش نعرفوا انه معدل الحياه تاعهم طويل وانهم صحتهم دائما ما تكون يعني خلينا نقول على سين قد 10 كما يقول لك المصري دوي متميزين دونك حنا ربما هذا كي جبتي لا فورماسيون خليني نقول خليني لما درتي لا فورماسيون ديجا لما بديتي تجيبي الماتيريال وتوسا ستا كوتي شير يعني لانه حاجه ماشي من عندنا خليني نقول حاجه غاليه يعني اكيد كو حاجه غاليه باسكو ايماجيني غير لو ديبلاسمون تاع الصين اللي على بالهم ديبلاسمون تاع الصين غالي بزاف البي الفيزا لي زوتيل تما عمله اخرى كليا حتى لو ديبلاسمون داخل لو بي معناتها فلاشين فوالا كلش كلش فيه الاكل تاعهم ما عندكش واش تاكلي ما ياكل والو كيفنا جو شغل تجربه غريبه جدا الصين كي رحتي لتما واش كنتي تاكلي وكيفاش كنتي ايماجيني وكنت عايشه غير ببتي ديجوني تاع لوتيل صباح ناكل توسكي هيلثي بس ما عندكش ناس يقول لك ناس يقول لك راحت لاجين دارت ريجيم ولاد يعني ما راحش تقرا وليد ما عندكش واش تاكلي شحال استغرقت لك لا فورماسيون خرج 15 جوغ 15 يوم لا فورماسيون 12 جوغ مع لو جوغ تاع الالي تاع الروتور كلش 15 جوغ 15 جوغ حكينا على الكوتي فورماسيون واش اصعب شيء لقيتيه في الكوتي فورماسيون شوفي هما بلد جد متطور لدرجه انه يوفروا لك كلش تهدري يوفروا لك رحت ليهم قلت لهم باللي انا نفهم انجلي قالوا لي اوكي قالوا لي بصح اذا حابه نجيبوا لك واحد يهضر معك بالعربيه نجيبوا لك يوفروا لك كل المهم تقراي لا فورماسيون اكي حاب فوالا كنا فورماسيون من كل بلدان العالم كل واحد فينا عندنا مترجم يترجم لك ماشي بين با واقف ولا يترجم لك في ودنك راكي تفهمي واش راهم يفهموا واش راهم يقولوا لك ما تفهميش عفسه تهدريها في الميكرو يلحقها البخوف عالم السرعه معناتها ما كاش مشكله في الكوميونيكاسيون ما عندهم مشكل في ولا شيء ومام دايرين دي زابليكاسيون كي تلحقوا تما كيما على بالكم لي ريزو سوسيو ما يمشوش في الصين عندهم كل شيء تاعهم خاص تلقاو تما شغل دي جون اللي يعاونوكم كيفاش ديفلوبيو يعاونوكم في كلش ما تقدروش تيماجينو شحال متطور نقطة مهمة انه مواقع التواصل الاجتماعي معظمها اللي حنا نتعاملوا بها ما يعني ما كانش في الصين لانه واتساب ما كانش بعد دراسة تطبيقات خاصة عندهم تطبيقات خاصة خاصة انه شافوا انه ربما معظم التطبيقات اللي خليني نقول فيها نوع من فيها جانب من التجسس وفيها جانب اخر انها تاخذ بزاف الوقت مستعملنا مواقع التواصل الاجتماعي ما عندهمش الوقت صراحه حتى تشوفوهم صباح كيفاش الاولاد يروحوا يقراوا كيفاش يرجعوا عبكم عالم اخر عالم اخر كلش اورغانيزي بعد لا فورماسيون بلال خليني نقطه مهمه بعد لا فورماسيون باش نروحوا للرجال على بالي بعد لا فورماسيون شحال استغرق لك الوقت باش بديتي المشروع شحال استغرق لي الوقت الوغ شحال ابي بخي يعني سرعت الماكسيموم نقدر نقول لك 25 جوغ واو سرعت الماكسيموم لحقوا لك لي زانسترومون لحقوا لك شوف هذه شويه صعبه هذه كانت فتره شويه صعبه لانه كنت بين اسكو صح راح يدخل ولا لا صح كنت توجور عايشه في هذاك الستريس تاع اي كابابل محشي يخلوه يدخل للجزائر مي الحمد لله ربي سهلها بطريقته ودخل والحمد لله الحمد لله طبعا خلينا بلال وشنو هو السؤال اللي كنت حاب تقول خلود نمشيو للرجال خلود الرجال هل عندهم نصيب من هذا التدليك بالك مستقبلا بالك بديتي بالنساء مستقبلا فوالا باسكو بور لو مومون لا فورماسيون تاعو مازال ما نقدرش نفورمي باسكو انا صافي با لونتوم اللي تفورميت عليها تما اني حابه تكون عندك تمرس ما تحت التمرس والله الحمد لله باسكو شفت تخدم كليون بعد كليون راح تتعود تولي لك باسكو انا على باس خادمه هذا الشيء يتسمى شغل تبدلوا بعض التقنيات وبعض الحركات الايد هذا ما كان راح يكون كاين سبا للرجال ممكن سبا للرجال هاد سبا ممكن يعني مع مرور الوقت نفورمي راجل يكون يعرف شويه في الدومين ونوفروها للرجال واي نوت هاي هذا خبر علاش لا لا هذا خبر اعطينا اليوم فوائد ربما هاد الهيد سبا الفوائد تاعو اكبر فائده تاعو انه يعطيك ريلاكساسيون للجسم كامل استرخاء يعني الجسم يترخى لدرجه مش طبيعيه حتى للنساء الحوامل اللي يكونوا حارفدين لو بوا تاع البيبي اون فوا يتحطوا في لو هير سبا راح تقول لي بلي واو مانيش حاسه روحي رافده البيبي سي بون والحاجه الدوزيام اللي مهمه بزاف الراحه النفسيه ينحوا الضغوطات النفسيه كاينين دي كليون تيجوا قبل ما يبداو يبكوا باسكو نديرو مع الاول نديرو دي سيونس دو ريسبيراسيون
عباك يبكو 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 بعد اوب سي بون مع تبدا لا سيونس تكمل لا سيونس تقول لي جو سوي تري تري ساتيسفاي ولدي يتفكروا كاع الامور بالك اللي مروا بها ما نيجاتيفيتي كامل مشاكل من الجانب الصحي خلود من جانب الصحي شوفي ما عندوش خاصه انه عنده ربما علاقه بفروه الراس بما انه احنا كل من ندلك ربما فروه الراس تاعنا نحسوا بالراحه كيما على بالنا باللي الراس هو اللي يشد الكور كومبلي شوفي هو باش نقول لك عنده فوائد صحيه انه يشفيك من كاش داء ولا لا ولكن ربما خليني نقول لك صحيح بالنسبه للراس بالنسبه للشعر خليني نقول لك جماليه اكثر من صحيه أكيد. لانه احنا على بالنا انه فروه الراس كل ما ندلكوها كل ما هذا الشيء ربما يفعل الدوره الدمويه ويفعل ايضا ربما خليني نقول البروسيسوس انه شعرك يطول وحتى ربما صحه الفروه تاعك تكون صح حتى لي برودوي اللي نستعملهم سي دي برودوي كوريان كي تكملي لا سيونس راكي راح تشوفي شعرك يولي يشبه الشعر تاع الكوريين واو هذه تخرج عليك شيء هذه من هذه من الاخيره انا عجبتني شوفي كلش 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 وهذيك انا بقول ان كل النساء اهم شيء بالنسبه لهم هو وجههم وشعرهم وعند ربما علاقه بالنظاره او حتى بال عندنا هذيك الهير سبا هو عباره عن سبا مختص لجمال الراس والريلاكساسيون تاع الجسم كامل ومن بعد عندنا جلسات في اي بي هاد في الجلسات الفي اي بي واش نديرو نديرو دي سوان فيزاج بروفون بلس اكلا نديرو ابره نضاره نديرو بزاف حاجات ومن بعد كل وحده على تيب البشره تاعها نعرفوا واش يخرج عليها واش لازم لها خبيا مانيفيك شكرا ليك خلود خلود اليوم بزاف المشاهدات او يتابعوا فينا خليني نقول او حتى ربما الرجال يتابعوا فينا يشوف انه خلود بدا خذت تجربه خليني نقول لك وخذت ريسك او حتى انها تروح تتبت خليني نقول لك ساعات لهذا الشيء ساعات وراحت البلد بعيد عن الجزائر خليني نقول لك بمسافه كبيره ساعات 10 ساعات اكثر 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 تخيلي انه عندك من الجزائر للترك خمس ساعات درتي ما انت لسكا ومن بعد ايما تخايل من تركيا للصين بكين لا لا الغوانزو غوانزو راك رايح تجوز 12 ساعه في الطياره يعني اون تو راح تجوز نهار في حياتك ما تعرفش وين راح معاك مع تغير الوقت هما الوقت تاعهم وتاعنا ماشي كيف كيف وكيما على بالكم هما مناخ استوائي صباح تنوضي راكي في الشتاء الحشيه راكي في الصيف فوالا النقطه اللي كنت حابه نشير لها انه فوالا اجتهاد او خليني نقول عزيمه مراه جزائريه او شابه جزائريه انك مازالك صغيره الله يبارك عليك تطور ذاتها وانها دخلت مجال جديد ودخلت مجال جديد للجزائر اليوم فقولي لنا وشنو هو السر ربما او كيف حتى ربما خلود كانت عندها هذه العزيمه انها تروح وتصر انها تدخل مجال جديد ما خفتيش ما كانش عندك تخوف انه ربما كبر ما ينجحش عندي قانون نمشي به في حياتي اللي خاف ما يقدر يدير والو انا قلت هي عباره عن تجربه نخوضها نجحت سي تان بلوس بور موا ما نجحتش سي تان بلوس بور موا تعتبر انها زياره لهذاك البلاد وشفت هذاك البلاد وخلاص اكسبيريونس شابه وخلاص وشو اكثر شيء يواجه المراه الجزائريه لما تقرر انها تعمل مشروع يواجهك بعض الصعوبات لازم تكوني انسانه كيفاش نفهمك لازم تكوني فحله لازم تكوني تعرفي كلش وتسيي الماكسيموم شغل ما تسمحيش في حاجات كاينين حاجات نقولوا خلاص خليها دوك تفوت انت نو لازم تقولي بلي انا ندير الماكسيموم تاعي باش نلحق لازم ديري في راسك بلي راكي راح تلحقي لوين راكي حابه باش تلحقي شغل لازم تطلعي بلي اوكي كلش لازم يكون بوزيتيف لازم نلحق وين راني حابه تلحق ان شاء الله يا ربي خلود شنو هما بالك الصعوبات اللي لقيتيهم من خلال تجسيدك لهذا المشروع صعوبات اللي لقيتهم صراحة كانت الصعوبات الأولى أنه الانستالاسيون تاع الماء كانت بزاف ديفيسيل وانت تحتاجيها بزاف يعني كلش بالماء حاجة انيسيال فوالا باسكو عنده سيستام سبيسيال صح هذه هي الحاجة اللي كنت نحسها بزاف صعيبة هذا ما كنت خايفه انه ما نقدرش يدخل للجزائر والحمد لله هو دخل الحمد لله شكرا بالتوفيق ليك خلود وشكرا ليك ومثال شباب انه خليني في كل المجالات مش غير في مجال الجمال وفي هذا المجال بالذات في كل المجالات لما المراه الجزائريه تعزم على شيء اراده حديديه حديديه وكنا شفنا هذا الشيء في اولمبياد باريس 2024 وشوفوها حتى صح. في ارض الواقع هذو هما نساء الجزائر نساء الجزائر ديتوها لنا لا نساء الجزائر تستمد قوتها من رجال الجزائر بلال راه جابوا لي ميداي ان شاء الله بالك المشاركين ديالنا ثاني كذلك يتوجوا ثاني بالميداليات متحشمه ان شاء الله طبعا شكرا لك خلود وبالتوفيق ويومك سعيد ان شاء الله الله يخليك طبعا نذكر خلود انه ربما
هذا الهيد سبا هو سو رانديفو، يعني لازم انها تاخذ مواعيد لانه ما تقدرش ربما توجه ديريكتومون وتستقبل لانه لازم فيه مواعيد لانه فيه توقيت وكل شيء. باسكو جلسات خاصه. تري بيان، بالتوفيق لك. شكرا لك ويومك سعيد. بلال نبقاو دائما في الجمال، ولكن هذه المره راح نروحوا نشوفوا تسريحات شعر قد تؤدي الى الصلاع المبكر. التقرير للزميله منال الزوي، ونعود نرجع لكم في الفقره الاخيره. عدنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام في الفقره الاخيره. نهار اليوم معنا ضيف مميز. هذا الضيف بعيد على الاضواء، ما يحبش الكاميرا، العمل ديالو في الخفاء مع انه حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي، الا انه دائما ما نشوفوه مخفي او يخفي وجهه بطريقه او خليني نقول تثير شويه الاهتمام وتثير ايضا الفضول انه نعرفوه دائما، ولكن ولفنا وعرفناه تحت اسم المطار المخفي. مرحبا بك معنا، نهارك مبروك. شكرا اخت شيماء، شكرا اخ بلال، يعني شكرا كذلك اللي اعطيتوني الفرصه باش نحيي المشاهد الكريم. اكيد يعني ان شاء الله في نهايه الحصه نخرجوا برساله نوجهها لشعب الجزائر. ان شاء الله طبعا. في نقاط كثيره بلال راح نحكيو عليها طبعا مع ضيفنا لنهار اليوم، راح نحكيو ايضا كنا حكينا على السلامه المرورية في اكتو اوتو، لكن راح نحكيو اكثر عن العمل اللي يقوم به المطار المخفي في اطار السلامه المرورية. سلوغون تاعو بلال يقول انا جو لو في بور مي زونفون اي فو زونفون، يعني الاولادي واولادكم. اكيد اكيد نيشان. هذه راهي فيها قصه فيها معنى كبير. قبل ما نحكي لكم القصه وعلاش سميت روحي المطار المخفي وعلاش يعني هذا الكونسيبت، حبيت نحيي الكاميرا مالي هنا معنا هنايا، يعني كي دخل لي كيعرف بلي انا هو المطار المخفي، وجه لي كلمه اللي شوكت لي لحمي. قال لي يعني صافي بليزير نلقى انسان يخاف على الناس. صح يا صراحه أنا هذا هو الشيء. صح القصه انه المطار المخفي اي اون فيكتيم دو لا روت. انا تعرضت لحادث مرور في 2005، تعرضت لحادث مرور شنيع، دخلت انيطا كوماتو، قعدت انعاش. من ذلك الزمان وانا نقولها يعني حبيت نوجه رساله للناس. كيفاش نوجه رساله وانا ما نحبش الشهره وانا ما نحبش نبان في الكاميرا؟ يعني كمجرد كونسيبت جاني اسم المطار المخفي لانه انا دراج، فعلا دراج كما كل دراجين دراج، و نستعمل الكاميرا باش نوري يعني اخطاء بعض الناس. كنا نقوم باخطاء، كنا نقوم باخطاء، مي الخطا الكبير وراه النهار اللي ما يعني ما نصلحوش اخطائنا هذاك هو البروبليم. هذاك هو الخطا الكبير. هذاك هو الخطا الكبير. اكيد نقطة مهمة جدا ورائعة، انه فكرة ايضا الفكرة ككل رائعة وتثير فضول ربما الكثير وتخلي الناس ربما الكثير اللي تستقطبها عبر فيديوهاتك خليني نقول عندها جانب ايضا او عندها ان رول انك تستقطب، يعني لما تكون مخفي الناس تحب تعرف شكون، تحب تكون عندك كيوريوزيتي، تحب تكون عندك كيوريوزيتي. قبل ما نواصل ربما الحديث في النقاط المتواصلة الجاية طبعا مع المطار المخفي، خلينا نروحوا عند شيف زكريا باش نشوفوا الشيف تاعنا وراه واصل في الطبق تاعنا اليوم. يا درا شاف وراي لحقه طبق تاعنا قريب يجي. انا نشم غير في الروايه ريحه الزيتون. كون نقول لكم الريحه اللي انا نشمو فيها اليوم تقليه البصل والطوماطيش واحد الرائحه. كوكو من الموطن المخفي وكاكولا ويشم الريحه. شيف زكريا وين رانا واصلين؟ سي بون رانا قريب نكملوا تحضير الطبق ديالنا. نذكروا المشاهدين ان اليوم الطبق ديالنا هو طاجين كفته. طاجين كفته طبق تقليدي. هو يجي احمر بلال بانه لا لا كان طاجين كفته ما يجي هذاك مثوم. هذاك مثوم. هذاك مثوم. معناتها انا درك باش تفهموا بلي مشاهدينا في الفاصل بلال كان يقول لي اذا تعرفي طيبي ولا لا هذا رد مباشر انه انا نعرف نطيب. لا باس تمكن على باس ماشي فاليد. لا باس حنا الرجال معروفين انه نحبوا الاكل، الى انه بالك هذو التفاصيل هذو غير نسالي يعرفوا. نحبوا الاكل ونعلقوا على الاكل. ولكن التعليق لازم التعليق هوايه. ولكن الشيف لو يوافقني الراي معظم الشيف عبر العالم ناجحين. انجح للشيف عبر العالم هما رجال. هما رجال طبعا. نعم لي غرون شيف. لي غرون شيف رجال. الا ربما بلال خليها اكوتي. الشيف خلينا نذكروا المشاهدين انه ربما اليوم استعملنا اللحم المرحي وعاود ذكرنا في المقادير. المقادير تاع اللحم المرحي تاعنا ندوزنوه بال يتم تتبيله معناتها التتبيله تاعه. سي
نديروا معاه الفلفل الكحل، الملح، الفلفل الاحمر، نديروا معاه ثوم مرحي، ونديروا معاه شويه تاع الحشاوش هذو تاع المعدنوس والمعدنوس، ونديروا معاه حبه بيض باش شويه هذيك لاستيس تاع باش يجي لي طري ما يجيش يابس. هذيك هي لاستيس تاع تاع اللحم. داكا باش اللحم يجيناش يابس لازم نزيدوا هذيك الحبه تاع البيض، نديروا لها البياض تاع البيض. داكا نديروا لها البياض تاع البيض هذاك يعطي لها هذيك. نزيدوه مع لاصوص؟ نو نديروه في ما لافيون في اللحم. داكا كي نديروا الكريات تاع اللحم ندوروها بالابيض تاع البيض، بالابيض تاع نخلطوها معاها، ماشي نفقسوا الصفر اكوتي، ونديروا البياض مع اللحم المرحي تاعنا ونديروا الكريات، نديروا الكريات تاعنا. تري بيان مانيفيك. درك ورانا واصلين، بقى لنا غير دغيساج، نستناوه يطيب ونديروا دغيساج. نعم خلاص في الوقت اللي يطيب شاف ونديروا دغيساج. قصر شويه وانا اكثر لحظه نحبها هذيك الحبه تاع البيض كي نكسروها فوق الطاجين. هذيك لازم نشوفوها. شي ما جاعت يا محي. نعاودوا نرجعوا ربما لموضوعنا اليوم مع ضيفنا المطال المخفي. اول نقطه كنا تحدثنا عليها هي انه السلامه المروريه، انه الفكره جاتك لانه كنت تعرضت لحادث مرور، و خليني نقول نرجعوا ربما لسبب الحادث اللي منه استلهمت ربما قصه المطار المخفي او لو كونسيبت او فكره المطار المخفي. اكزاكتومون. يعني واش كان سبب؟ كنت بالدراجه يعني لما؟ لا ليس بالدراجه، كمشاة. داكا. كمشاة. اللي تعرضت لهذا الحادث في 2005. يعني مجراة الحادث ما شفيتش عليها. لحد اليوم ما نشفاش. لقيت روحي يعني في قاعه انعاش ولا في. يعني كنت تمشي لقيت روحك في قاعه الانعاش. ابسوليومون. يعني وتلقى الام تاعك تجي لعندك يعني في السرير نتاعك، انت قاعد في السرير وتقول لك من انا؟ انا امك، شكون انا؟ شحال عندك من خاوتك؟ شحال يعني هذا عنف كبير ما نتمناه لحتى واحد. صح صراحه ما نتمناه لحتى واحد. كي تشوف ام يعني تجري على ولدها في لوبيتال يعني تعرض لحادث، يعني هذا ما نتمناه لغيري، ما نتمناه لحتى واحد. ربما بسبب اخطاء ناس واحد اخرين. أخطأ يعني ناس اخرين بالطبع، يعني تهاور في الطريق، كاين الناس اللي استعملوا السرعه، بلك كاين الناس اللي تجاوزوا، بلك لا قدر الله انت كنت المطار المخفي، بلك كنت في ممر الراجلين، بلك نعم. كاين اللي تعدى على ممر الراجلين. هذاك الوقت ما كانش حتى المطار المخفي، كان شخص عادي. ما كانش الكاميرات في 2005، ما كانش لي كاميرا اوربان. كان مشاة. واصعب شيء اللي تعرضت عليه انه ديليت فويت، ان الشخص اللي تحسني هرب. واو. ما انت ما تحملش المسؤوليه المدنيه ديالو. على الاقل على الاقل كان يتحمل المسؤوليه المدنيه ديالو. الجرأة انه كي صارك حادث انه تحمل المسؤوليه تاعك. وعلى بالكم خاوتي زيد نتكلم مع الببليك، في الدنيا هذه كاين دو جون داكسيدون، كاين لي زاكسيدون ايفيتابل ولي زاكسيدون انيفيتابل. تاكيد يعني سورتو لي موطار، انا نشوفهم لي موطار ومام سائقي السيارات المركبات. يلدي في لانوا دو لا فيزيك، يعني راكم بسرعه فائقه، راكم 300 كيلومتر في الساعه ولا السياره 200 كيلومتر في الساعه، كي صرا لك مكروه يعني كيفاش، يعني كيفاش راك واش راك تميز؟ صح صح واش راك تميز؟ كيفاش راك تشوف النهايه نتاعها؟ صح. حنا هذه هي الرساله اللي حبينا نقولوها الام الجزائريه، عندك ولدك ما تمدوش ولادكم 18 دي فواتور وتخلوهم يلعبوا بالسيارات. السياره هي نعاش، راه ينعاش باربع رواد، سي ان سيركوي غولون، اون فواتور كي تمدها للطفل الصغير 18 سنه في عمره، واش راك تسنى منه؟ راك تضحي به، راك تضحي بولدك. ولا طفل صغير تاع 16 سنه دايور جو مدوموند كيفاش يشري موطو، طفل تاع 17 سنه من اين له المال باش يشري موطو دراجه صغيره؟ سن الرشد يعني ماكش السن الرشد، والرشد في العقل ثاني يعني ما كاش. وتعطي له يلعب بها في الطرقات ويتهاور بها. اكيد اكيد. المطار المخفي كيفاش يستعمل شخصية تاع المطار المخفي باش يوعي الناس، باش يوجه هادو الرسائل؟ هي رسالة شاملة خاوتي، أنا ما نحبش كما يقولوها، ما نحبش النيجاتيف. النيجاتيف وشنو هو؟ لي زانسيبيليتي يعني. كاين بعض الناس يقولوا لك مناورات خطيرة. ما كاينش ان دوغري في المناورات. ما كانش خطيره ومش خطيره، هي خطيره ولا قاتله. انت راكي كأم على سبيل المثال وتدي ولدك ولا ابنك، ما تقطعوش يعني تشوف باساج كلوتي 5 6 متر، وانت تقطع وليدك بعيد عن يكبر بهذا يكبر بهذه، ماهيش مناوره خطيره. صح. واش راكم تعلموا لاولادكم؟
صح. علموا لاولادكم السلامه، السلامه المروريه. هذه من الصغر. انا راني جي بيردو اسبوار مع لي زادولت. انا لي زادولت خلاص ما عنديش اسبوار، راني نحاولوا نعجنوا لي فيتور جينيراسيون هادو، نحاولوا نعجنوهم. جيتي انفيتي بليزيور ريبريز دي زيكول. شي فرحني انه اطفال صغار يعرفوني، يعرفوا المطال المخفي، يعرفوا يعني الكومبان تاعي. كان بعض الاطفال صغار هداوا لي، يعني بالمناسبه نحييهم، هداوا لي دي ديسان تاع المطار، يعني سي يعني بقات هنا في السوبكونسيون تاعهم بلي كاين ان مطار يتكلم على السلامه المروريه. كنا حكينا في الفقره السابقه مع شوقي علاك، مع زميل شوقي علاك في والضيف طبعا سمير خبيسي، على ربما الاخطاء الشائعه للدراجين وحتى للسائقي المركبات، ولكن خليني نقول بوجه الخصوص على الدراجين اللي هو ايضا كربما او كممثل للسلامه المروريه. اليوم انت بمحض خبرتك واليوم 5 سنوات حاضر كالمطار المخفي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الميدان خاصة برا، وشو هي الأخطاء الشائعة اللي تشوفها أكثر؟ أختي حبيتي نهضر بلغة الخشب ولا نهضر الحقيقة؟ لا الحقيقة طبعا. أوكي أوكي. في هذا الزمان، في هذه الدنيا، دو تو طون على كل حال، الدنيا هذه فيها قطبين. جي توجور دي قطبين، فيها الشر والسالب، فيها الخير والشر. نفس الشيء عند الدراجين، عند السائقين، نفس الشيء. كاين دراجين يعني يمدوا احسن صوره للدراج، وكاين بعض الدراجين واحد اخرين اخوتي سامحهم الله، سامحهم الله، يعني سي دوني بريوريتي في الطريق اللي ما عندوش، يعني لا بريوريتي الاولويه. ما توصفه بدراج لانه ما لا لانه لا هو يعني خليني نقول لك سياقته للدراجه يعني مش حبه مش حبه لها ك ك ك كوسيله، هو يستعملها يعني كوسيله مناوره. فوالا الاحترام. شوفي من منظور الديني، المنظور الديني الاحترام يعني في الطريق يعني اي سالفاتور. وعلاش الاحترام؟ هو اللي ينقذ لك حياتك. انت كي ما تحترمش الغير في الطريق، سواء من عند الدراج ولا عند سائق المركبه بربع رود ولا شاحنه ولا، يعني الاحترام في الطريق واجب علينا كاع. كاين قانون. كان بزاف الناس يعطيوني اوجه تشابه يعني للشرطي المخفي الله يرحمه ويوسع عليه العزوني. العزوني على كل حال الله يرحمه عنده رصيد كبير، ما قدرش نقارن روحي بالعزوني. لكن العزوني كانت عنده فكره انه طريقه مميزه، وكان يقول بلي 20% يعني يقدمها كرساله، لا 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 80% كرساله توعويه و 20% ردعيه. انا يعني في هذا العالم المعاصر اللي عايشين فيه سوتو بالتطور التكنولوجيا، انا 80% الردع. الردع، تطبيق القانون في الطرقات من اجل السلامه المروريه. بلال، في الاعداد السابقه كنا حكينا مع الاستاذ ياسين في الجانب القانوني عن ثقافه التبليغ لو تتذكر، والمشاهد طبعا يتذكر معنا. هو خليني نقول المطار المخفي جانب او مثال حي عن ثقافه التبليغ لدى الشعب الجزائري، او خليني نقول المواطن الجزائري بالتحديد. اليوم بفيديوهات المطار المخفي وبطريقته وكيف يشرح لنا ربما، وحتى في بعض الفيديوهات نشوفوا مخالفات يعني قدام عينينا، يعني هذا الشيء، هذا الشيء يعني خطير جدا، وشيء جميل منه انه نشوف ربما هذا انه ينقل لنا الواقع، انه ينقل لنا للاسف ينقل لنا بعد بعض المخالفات ويقوم بتحليل هذيك المخالفه، يمد لك التفاصيل نتاع هذه المخالفه. وحتى الفيديوهات هل ربما في بعض من الفيديوهات اللي كانت ربما اخذت بعين الاعتبار في خليني نقول تحرير ربما محاضر قضائيه او مخالفات؟ بين قوسين نقوم بفيديوهات لكن باحترام. واش معناها؟ جامي نوري الماتريكول الوجه والماتريكول تاع السياره، ولكن هل اتصلوا بك ربما خليني نقول السلطات المعنيه او السلطه القضائيه بها؟ بالطبع اختي، يعني انسان كيكون يعني راهو يعني في الميدان سي نورمال، فيه احتكاك مع السلطات، فيه احتكاك مع الجمعيات من اجل السلامه المروريه، فيه احتكاك يعني. هذا نجح الجميع. انا جلي توجور دي قلتها دائما، يعني لا 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 واش انا عايشين دوك، يعني واش انا عايشين سي لا فوت ا توس.
لازم كلنا نقدموا حاجه في مجال سلامه المرور. لو تسمح لي نقطع، هل تم الاستعانه ربما بفيديوهات تاعك او بشهادتك كدليل؟ ما فيش هذا الشيء بيان سور، الفيديو اللي معروفه في حيدره هذه نعم اكيد اكيد، هذه اللي كنت حنسقسيك عليها. المطعم المخفي ما كانش اللي ما شافش الحادثه، يعني وين احد المخالفين قاموا ب يعني دهس شرطي في حيدره هكذا موضوع الشيء اللي ما تمناش يعني نعاود لو كان والله حاجه يعني حاجه مش حنقول لك نتأسف لها بزاف، نتأسف لها بزاف. وين كان المطعم المخفي؟ في المكان المناسب، كان في المكان والوقت المناسب يعني سبحان الله. لو ما كانش المطعم المخفي هذاك اليوم ربما ما كنا ولا يوم رايحين نعرف شكون اللي قام بهذا الشيء او من هو او من وراء هذا المخالفة. هذيك الحادثة خاوتي كانت كما قلت لكم في البداية فيه اوجه تشابه، انه الاخ الشرطي هذاك تعرض لانديليت فيت نفس الشيء انا في 2005 يعني دهس نقدر نقولوا بلي حادث نعم دهس نعم دهس يعني الى انه الحمد لله خرجت سلامات يعني للشرطي والمخالف نال العقاب ديالو. هذه هي المخالف كل مخالف تؤخذ كعبره لمن لا يعتبر وتؤخذ عبره لكل الناس يعني وكان قادر يكون اي شخص في مكانك يعني انت خليني اقول شخصيه المطعم المخفي لانها معروفه ومتابعه بزاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم رانا نشوفوا فيه فيديوهات الكثير من الناس اللي تشوف حتى ربما انه نظن انه بعد فيديوهاتك اصبحت ربما رائده الفيديوهات للمخالفات المروريه، لانه اصبحنا نشوفوا ناس لما تشوف مناورات او لما تشوف اشياء مثل هذه او مخالفات بطبيعه الحال تبدا تتصور. وهذا ليس انتصار المطار المخفي، هو انتصار السلامه المروريه طبعا. فوالا المطار المخفي من غير ربما الاعمال او من غير المطار المخفي وشخصيه المطار المخفي وايضا متواجد في اعمال خيريه كثيره، ولكن سؤالي لك اليوم هل انت متواجد بشخصيه المطار المخفي او بالشخصيه الحقيقيه؟ لا هي فعلا هي شخصيه المطار المخفي. المطار المخفي عنده شعبيه. كان واحد المعادله هكذا يا اختي شيماء، يعني هذه الشعبيه هذه فاش نستعملها؟ في الموجب ولا السالب؟ نستعملها في الخير. نستعملها في الخير فقط، انه نمد الصوت للناس اللي ما عندهمش صوت. نذكروا بزاف مرضى عاوناهم الحمد لله، ما عنديش مانيش نزكي في نفسي. وكيفاش تقدر توفق ما بين بالك الفيديوهات يعني في شارع المخالفات وما بين العمل نقدر نقولوا التطوعي والجمعوي؟ وفي نفس الوقت هو شخص هو في نفس الوقت شخص عادي عنده العمل ديالو وعنده عائلته وعنده عالمه يعني. والله امنوا يا خوتي غير شيء صعيب. والله صراحه تعيش 48 ساعه في 24 ساعه نظن تقريبا شيء صعيب. راكم تعرفوا يعني هذا الميدان بعد ما تسجل فيديو فيها مونتاج فيها سكريبت تسقمو الفلو هنا ترد بالك على بعض التفاصيل الصغيره باش سوتو ما يبانش الوتشي مع الروتروفيزور تاع الدراجه اكيد سورتو دونك خليني نقول انه قلنا انه المطار المخفي متواجد في الاعمال الخيريه طبعا وبشخصيه المطار المخفي. اليوم حابه نعرف ان ربما رد المجتمع الجزائري او رد فعل المجتمع الجزائري لما يتلاقاك ربما في الشارع بشخصيه المطار المخفي او حتى في الاعمال الخيريه كيف يكون ربما رد فعلهم؟ ما يحبوش يشوفوا الشخصيه الحقيقيه، ما يكونش عندهم فضول يقول الاجابه تاعي يعني كي تشوف سوتو يعني في المواقع تشوف تعليق سيدة حاجة نسميها حاجة تقول لي ربي يوفقك يا وليدي، تعطيك يعني دعاوي الخير إني ماجينار. هذا هو أجمل رد، صح تدي دعاوي الخير من ناس كبار. مطعم مخفي شنو هي بالك أغرب الرسائل اللي لحقوا لك عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني عبر الصفحة ديالك انستغرام فيسبوك؟ أغرب الرسائل زوجوني. زوجوك زوجوني يعني في المجال نتمنى وعلاش لماذا وعلاش انه كاين ناس مساكن يعني كاين دي جون يعني كوتي فينونسي صعيب عليهم انه يطلب منك انه تساعده في هذا المجال انه يلقى يعني يلقى كيفاش نقول لك الاخت يعني يلقى سند باش بور فوندي ان فواي. يعني هو زوجوني يعني باش يستعين بكم باش تزوجوه يعني في اطار العمل الخيري بالطبع. ولكن في ربما خليني نقول تعليقات اللي تخص شخصك يعني انت يعني يكون عندهم فضول انهم يعرفوك في الحقيقه او شيء كما هذا يعني كان اللي يطلبوك الصوره نتاعك. كاين ناس طلبت منك صورتك الحقيقيه. نعم مباشره اعطيني الصوره اعطيني الصوره نتاعك حبي نشوف يعني. كيفاش تعاملت انت مع هذا التعليق؟ بضحكه يعني فوالا يعني ممكن تجي الصوره نتاعي دون كيلكو زاني بيتيت اون فا ديفوالي ليدونتيتي نتاعي
وشو جناح يخليك ربما تكشف عن هوية المطار المخفي؟ لا في الحين لا أعلم. يعني بيوجول زي ما توفر الشروط في الحين. بزاف ناس تقول لك انه ربما يخفي شخصيه المطار المخفي لانه يخاف ربما من الناس لو يبلغ عن المخالفات لو كذا. هي في الاساس الفكره انه انت ما تحبش الشهره. ما نحبش الشهره، ما نحبش الكاميرا، ما نحبش فقط هذا ما كان. تخبيان. نحب نكمل حياتي السامبل، نروح المارشي السامبل كيما الناس. فقط هذا ما كان. تخبيان. خلينا نحكي وربما عن شيء اخر، انه دائما في الفيديوهات تاعك لما نشوف ربما فيديوهاتك تحكي عن ربما اللباس اللي لازم يكون عند خليني نقول الدراجين عامه. لباس يعني نطلب الكاميرا انه تزومي على الشاف. الشاف ولابس الكاميرا في الشاف. لا واش هو لابس الشاف؟ عنده لا توني ديالو، لا توني او الشاف يعني الميتين تاعو راهو كويزيني. لابس قبعه. لماذا القبعه؟ باش ما تطيح شعره في البلا. صح. هذه لابس تونو سبيسيال. اي سبيسيال باسكو سي سون ميتي. باش نحافظوا على النظافه وايضا باش نحافظ على نفسه باسكو هذاك القماش سبيسيال. يعني اونتي فو باش ما تحكمش فيه الحال. نفس الشيء للدراج. اذا كان انت تغامر نفسك بدون لباس خاص للدراج. ما تسوقش الدراجه يا اخي. صح. هذه الرساله نوجهها للبتيجون اللي راهم طالعين. كثير من لي جون صغار. وجود وجودي عندهم 17 كادو هذيك المغامره بالك يحب يغامر يحب يركب الموطو ويروح. انا كنت بليزير كان دي جون كانوا يعرفوني من قبل عندهم 5 سيزون يقول لك انت اللي عطيتني حلوه الموطو عطيتني يعني لونفي باش نتعلم الموطو. هذه ريسبونسابيلتي عليا انا. صح دي ريسبونسابيلتي. فوالا هذه هي الفكره. شيما نحكيو على لا توني بلال، انت تعرف زعما اونتر ان كاسك وان كاسك انا نشوف من قبل نشوف الكاسك. انا سؤالي لبلال كيفاش تقدر تعرف، كنا حكينا على السلامه المروريه انه كاين دي كاسك اومولوجي دي كاسك نون اومولوجي، كيفاش نقدروا نعرفوا ان كاسك اومولوجي ونون اومولوجي؟ نعاود نطرح لك السؤال الاخت، انت يا سيده وزات اون فام، كيفاش تعقلي ان بارفان ان فري بارفان او ان فو بارفان؟ من لودور ابسولومون، من لو بوا تاعو، من الباكاجينغ اي لا مارك. نفس الشيء بور لو كاسك، كاين لا مارك كاين لو بوا كان دي كاسك اون كاربون، يعني لو روفلي تاعو لا بانتور يعني حتى لا فينيسيون. انا نشوف هذا الكاسك يبان تبان حاجه سوليد. نعم. موطار هكذا. نعم. انا عندي قصه مع الكاسك، علاش حكيت لك على الكاسك؟ انا عندي كاسك. ما عنديش موطور بس عندي كاسك. عندك كاسك. ولكن حبيت نعرف اسكو الي اومولوجي ولا لا، بخصوص سقسيته. وفات القصه مع الكاسك انه انا لما كنت في المتوسط كان عندي الخال تاعي كان يديني بزاف اوموطو ليكول يعاود يرجعني. كان عندي ام تي كاسك نروح يعطيهوني يعني لما كبرت لو كاسك ما عادش يجيني. فجي اشتي ان كاسك بون ما كانش عندي الامكانيات الماديه اني نشري موطو وما نعرفش نسوق موطو، دونك اوتوماتيكمون شديت غير الكاسك. بديت بالكاسك. ولكن لما لا بالك بروشينمون ان جو كونديري اون موتو. الاخت مشكوره لهذا الشيء باسكو انت سبقتي الكاسك. وي باغ كونتر قبل الموتو. باغ كونتر سبقتي الكاسك قبل الموتو وعندك لو ميريت لهذا الشيء. كاين بعض لي جون سماحهم الله يشري موتو ويسوقها عام من بعد يتفكر انه يشري الكاسك. يعني وضحتي واحد الصوره جد مهمه يا خوتي، يبداو بالكاسك. شريو الكاسك لو كاسك لو كاسك سي با تري شير كيما لا موطو يعني بيان سور. اذا قدرت تشري موطو ما تقدرش تشري كاسك. شيما لا قدر الله انه واحد من لي موطار لا قدر الله صار حادث وين طاح، الكاسك هو الاساس ولا لا؟ لا شاف بيان سور هو الاساس بحكم انه اذا لا قدر الله اصطدم بسياره ولا اصطدم بيون باليز لو شوك حيروح ديريكتومون. كامل لا توني بلال كل اللباس او كل حتى الستره حتى لي غون كما كان سبق وشرحنا طبعا ضيفنا في فقره شوقي لك. كل شيء مهم جدا. كان واحد كما يقولوا فلسفه حياه نسمعها مع عند بعض لي جون سمحهم الله، كيسقسيه يعني ولاش ماكش لابس كاسك؟ الاجابه يقول لي راني في حومتي. يعني سي فريكون هادي راني في حومتي. راني هنا راني قدام الدار. راني قدام الدار مانيش فاهم انا قدام دارك يعني في حومتي كان سرير كيطيح ولا ما فهمتش كان مطلع ولا نو خلونا من الكلمه هادي راني في حومتي. نلبسوا الخوذه نلبسوا الكاسك القفازه يعني لا توني كومبليت كي دير ان كرون فواياج. فوالا وان شاء الله الله يحمي الجميع. احنا بدورنا طبعا المطار المخفي نشكرك على حضورك معنا النهار اليوم. شرفتنا بالحضور. على كل العمل لك العمل الخيري اللي تقوم به طبعا والعمل التوعوي اللي تقوم به اتجاه ربما اولادنا كما قلت. عبر مواقع التواصل طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلقاو المطار المخفي سواء في انستغرام ولا فيسبوك ولا حتى يوتيوب.
وهذا الشيء مليح لانه بالنسبه للدراجين وحتى سائقي المركبات نصائح كثيره يقدم فيها عبر الفيديوهات ديالو باش نستفادوا معاه طبعا في يومياتنا وخاصه في طريقنا. نمر الان نشوفوا ربما لو ريزولتا في نتاشف ديالنا. بلال على بالك حاب تدوق؟ انا نشوف باللي الحاله وجدت. هذا راهي واجده بقات غير حبه تاع البيض. لا بصح هذه خلي بلال يديرها، خلي بلال يديرها. يلا بلال تفضل. نمشي له. وري لي شطارتك اليوم في الكوزينه. وريك هذيك تكسر هكذا. هكذاك يلا. هاي خلاص هاي. نمشي. يا الله. ها انا جيت شاف. كسرنا الحب. مشاهدينا الكرام بالحبه تاع البيض راح نختموا العدد ديالنا لنهار اليوم. انت دير البيض وانا نختم عطاك الشيء. حبه تاع بيض تفضل. انا ندير البيض. شوفي يا باش ما تقوليش. يلا ورينا. ها ها يا دراجة زيد لا فورماسيون ولا ما يبداش زيد الزوجة او راه بروفيسيونيل زيد الزوجة يلا زيد الزوجة ملها ها 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 شكرا باش ما تقوليش بلي الرجال ما يسلكوهاش صافا نكسروا حبه بيض نظن انه الزوجه الكريمه راهي دايره فيك حاله اليوم تقول لك كيفاش دخلت الكوزينه في ناركم مبروك وانا عندي ما تعاونيش من اليوم تولي تدخل طيب يعطيك الصحه بلال يعطيك الصحه شاف نذكروا مشاهدينا انه اليوم كان عندنا طبق تاع اللحم المرحي او طاجين كفته بلاصوص لاصوص طومات دونك نذكروا انه المقادير كنا ذكرناهم وايضا لا توش فينال سيتي البيض والمعدنوس معدنوس يعطيكم الصحه شيماء شاف زكريا طبعا ما نساوش شاف زكريا ما نساوش انه البارح كان عيد ميلاده عيد ميلاد سعيد شاف قبالة العمر ان شاء الله ودائما حاضر معنا ومنور الشاشه ودائما منور نهاركم مبروك الله يحفظكم شكرا لك على دائما على ليزاستيوس اللي تقدم لهم لنا ما نساوش انه دائما نشكروا ازيد اوتيل فيو كوبا طبعا لاستقبالنا ودائما لتوفيره لشاف اللي يكون حاضر او الشيف زكريا اللي يكون حاضر معنا باش يقدم لنا وصفات رائعه لكامل المشاهدين وطبعا ديزاستيوس باش نستفادوا بهم في الكوزينه ديالنا لكم مشاهدينا شكرا لك بلال حضورك معنا يا معايا انا من جيش خلاص نتلاقاو ان شاء الله في الحصه المقبله ان شاء الله شكرا شكرا لكم مشاهدينا وشكرا لكل الضيوف عفوا اللي كانوا حاضرين معنا في نهار اليوم وكل الفريق اللي كان عامل معايا في هذه الحلقه مالي غنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه يومكم سعيد